شكرا للكابتن والنجم والإعلامي الكبير كابتن أسامة حسني وضيفيه الكريمين كابتن عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق ودكتور أحمد ثابت ملك التحليل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ومشاهدينا معا وسويا وأحداث الجولة الأخيرة، الجولة 9 والأخيرة في المرحلة النهائية لدوري الجمهورية مواليد 2007، هي أول مباريات الفريق للنادي الأهلي 2007 التي تنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة النادي الأهلي. بإذن الله تكون هي مباراة حسم اللقب اليوم. النادي الأهلي في الصدارة 68 نقطة، يأتي إنبي في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب، وإنبي في نفس هذا التوقيت يلتقي سيراميكا كليوباترا ولكن في ملعب سيراميكا. اليوم النادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء اللي لعب 28 مباراة حقق الفوز في 19، تعادل ومكسب 3 وخسر مباراتين، له 53 هدف عليه 13 ولديه من النقاط زي ما قلنا 68 نقطة. نادي المقاولون العرب في المركز الثالث ولعب 28 مباراة حقق الفوز في 15، تعادل ومكسب 3 وخسر 6 مباريات، لديه 44 هدف ولديه يعني عليه 30 هدف، 57 نقطة لدى المقاولون العرب. علشان كده المباراة النهاردة من المباريات يعني اللي مش سهلة على الورق كده، لأن نادي المقاولين عاملين موسم رائع في دوري الجمهورية هذا الموسم. النادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم يبحث عن الفوز ولا بديل عن الفوز اليوم بإذن الله وتحقيق الثلاث نقاط وبالتالي تحقيق دوري الجمهورية اللي سبق وأن حققه هذا الفريق اللي هو الأهلي 2007 مع الكابتن والمدير الفني الكفء والقدير كابتن أسامة زكي اللي حقق الفوز بدوري الجمهورية لمدة موسمين على التوالي، طبعا الموسم السابق والموسم ما قبل السابق، طبعا الكابتن أسامة زكي مع النادي الأهلي 2007، وبإذن الله اليوم أيضا يحقق لقب بطولة دوري الجمهورية للمرة الثالثة على التوالي بإذن الله. أدي أمامنا طبعا طاقم التحكيم كابتن أحمد عبد الله بيعاون أسامة السيد ومحمد سعد والثلاثي من منطقة الأسكندرية لكرة القدم. لاعبي النادي الأهلي ولاعبي المقاولون العرب واستعدادات ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء الهام جدا مشاهدينا الأعزاء، ودي أمامنا طبعا الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي اللي نتمنى لهم كل التوفيق النهاردة في هذه المهمة الجديرة طبعا بالمتابعة وبالمشاهدة عبر شاشة قناة الأهلي. فريق 2007 بالمناسبة يعني بيضم لعيبة مميزين جدا وفريق ممتع كده بلغة الكورة، يعني هتتفرج على ماتش بإذن الله يكون جميل وممتع لجماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. أدي أمامنا طبعا كباتن الفريقين لإياد تامر حارس المرمى النادي الأهلي ومصطفى سامي أيضا حارس المرمى للمقاولون العرب، ويعني الصورة بقى التذكارية اللي متعودين عليها ما قبل بداية المباراة وقرعة بقى المباراة مين هياخد الكورة ومين هياخد الملعب والأمور الجميلة دي. أدي أمامنا طبعا لاعبي النادي الأهلي وقراءة الفاتحة ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء، وبيدعو ربنا طبعا يوفقهم النهاردة في أنهم يحصلوا على ثلاث نقاط وبالتالي تحقيق بطولة لقب دوري الجمهورية. النادي الأهلي اللي دايما لاعبيه في قطاعات البراعم والناشئين والفريق الأول دائما ما يبحث عن اللقب ودائما ما يبحث عن البطولة، واللعيبة دول من وهم صغيرين بيتعودوا على الأجواء وبيتعودوا على المنافسات وبيتعودوا على إحراز البطولات. أدي أمامنا المقاولون العرب النادي التاريخي والنادي الكبير اللي كان أسس بقى عام 1973 وحقق بطولة الدوري مرة واحدة، كأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر مرة، يعني فريق من الأندية الكبيرة طبعا المقاولون العرب اللي أمام حضرتك. تشكيل الفريقين لمباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، النادي الأهلي كابتن أسامة زكي اختار إياد تامر لحراسة المرمى، زياد وائل وحمزة الدجوي، محمد عاطف، مهند أيمن، محمد رأفت وزياد ناجح، حازم عاشور، أحمد الشيخ، ياسين عاطف ومحمد هيثم اللي هو طبعا المهاجم اللي كان محترف في فيتوريا دي جيماريش البرتغالي وطبعا قادم من نادي زد في يناير الماضي وسجل 3 اهداف مع النادي الاهلي هذا الموسم. ادي امامنا كابتن احمد عبد الله بيستعد بقى لاطلاق صافره بدايه المباراه. تشكيل نادي المقاولون العرب لمباراه اليوم، مصطفى سامي لحراسه المرمى، يوسف احمد، ادهم احمد، مازن درويش الهلالي، محمد السيد، عمرو ثروت، احمد خالد، يحيى السيد، محمد عبد الله ويوسف صابر. من الواضح كده زي ما حضراتكم شايفين ان نادي المقاولون هيكون على يمين الشاشه والنادي الاهلي هيكون على شمالنا. ادي امامنا بقى
لاعبي النادي الاهلي وايضا لاعبي المقاولون العرب في مباراه اليوم، المباراه الهامه اللي زي ما قلنا لحضراتكم الاهلي يسعى للفوز وتحقيق 3 نقاط باذن الله تكون كفيله لتحقيق دوري الجمهوريه. ادي امامنا طبعا الكباتن الكبار، حضور بقى مميز للكابتن مؤمن زكريا اليوم في ملاعب الاهلي بمدينه النصر، كابتن احمد ناجي، كابتن طبعا وليد سليمان، والكابتن محمد شوقي. هي لحظات ونبدا مع حضراتكم وسط هذه الاجواء يعني الاوروبيه على مستوى الجو. طبعا زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي معاه ضربه البدايه وبسم الله وعلى بركه الله وباذن الله يكون يعني هذا اللقاء هو لقاء الحسم ولقاء الفرحه ولقاء السعاده ولقاء تحقيق اللقب. بدانا مع حضراتكم على بركه الله المباراه، ودي كره بتتلعب على طول اماميه للنادي الاهلي اللي بالتاكيد بقى المدير الفني النهارده كابتن اسامه زكي مدي تعليمات منذ البداية ومنذ الصافرة الأولى للبحث عن الأهداف والبحث عن الانتصار علشان بقى يعني يقدر النادي الأهلي بأقدام لاعبيه تحقيق الفوز وتحقيق اللقب بعيدا بقى عن انتظار نتيجة إنبي مع سيراميكا كليوباترا. رمي التماس من ناحية الشمال للنادي الأهلي في مباراة اليوم، وأمامنا اللاعب مهند أيمن، ورمي التماس ليه الاهلي تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، ولكن بيطلع دفاع المقاولون العرب عن طريق اللاعب محمد عبد الله. لسه الخطوره مستمره ولسه الهجمه الاولى في المباراه للنادي الاهلي داخل المنطقه، وادي بقى يعني زحمه داخل منطقه جزاء نادي المقاولون العرب، انما ترجع الكره للنادي الاهلي وادي تصويبه ولكن عائده مره ثانيه من دفاعات نادي المقاولون، وترجع الكره مره اخرى للاعب بقى احمد الشيخ اللي سجل هدفين في دوري هذا الموسم وصنع 5 اهداف، يعني مساهم ب7 اهداف في الدوري هذا الموسم اللاعب اللي امام حضراتكم في الصوره، وتصل الكره الى حارس المرمى مصطفى سامي حارس مرمى المقاولون العرب في مباراه اليوم. وعلى ارض الملعب طبعا مصطفى سامي، نتمنى له السلامه باذن الله ويقوم ويكمل المباراه مع فرقته. وادي امامنا طبعا لاعب نادي المقاولون يحيى السيد اللي كان امام حضراتكم، وادي الاعاده واللقطه لحارس المرمى وزميله بقى هو اللي اصطدم بيه المدافع في اللقطه الماضيه، ومصطفى سامي طبعا حارس مرمى نادي المقاولون العرب اللي بيتاثر بالاصابه كده في اللقطه اللي كانت امام حضراتكم منذ لحظات. نادي المقاولون العرب زي ما قلنا لحضراتكم من الانديه التاريخيه، وطبعا قدم نجوم كبار جدا لكره القدم المصريه، كريم عبد الرازق، انطوان بيل، حمدي نوح، جون اوتاكا، عبد الستار صبري، وايضا سمير كمونه كان واحد من ابناء نادي المقاولون العرب، وبالتاكيد بقى نجم مصر النجم العالمي محمد صلاح النجم المحبوب واللي يعني فرح جماهير الكره المصريه والعربيه، ونتمنى له كل التوفيق باذن الله لمو صلاح، وباذن الله حقق الدوري الانجليزي هذا الموسم ويقدر بقى يسعد جماهير كره القدم المصريه. كان انضم للمقاولون العرب كناشئ 2006 ولعب معاهم بالدوري الممتاز 2010 و2011، وايضا النجم الاخر في البريمير ليج في نادي ارسنال محمد النني. ادي امامنا حارس المرمى الحمد لله ام سليم، وحكم اللقاء كابتن احمد عبد الله، يعني بدايه كده في بدايه احداث هذا اللقاء بنلعب في الدقيقه الثالثه وتوقف كده اجباري نظرا لاصابه بقى مصطفى سامي حارس مرمى نادي المقاولون العرب في مباراه اليوم. انما ام سليم الحمد لله ولعب الكره ناحيه اليمين عن طريق اللاعب مازن درويش. مازن بيلعب الكره الاماميه مازن عاليه وترجع وتعود من لاعبي النادي الاهلي في وسط الملعب. ادي الاستلام امامنا من احمد الشيخ، وهنشوف بقى لاعبي المقاولون العرب، وادي الانطلاقه للاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله بيلعبها على حدود منطقه الجزاء، ومحاوله بقى في هذه اللحظات للاعب عمرو ثروت انما اتقطعت ورجعت لاحمد الشيخ بيحاول يعدي، وحكم اللقاء اشار باستكمال اللعب، وترجع الكره تمريره اماميه كده للاهلي ناحيه اليمين. ادي الاستلام والمحاوله والمرور بقى هنا من اللاعب مهند ايمن، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تمس. رمي تماس من ناحية الشمال للمقاولون العرب في مباراة اليوم. رمي تماس المقاولون من ناحية الشمال نادي المقاولين بقى اللي طبعا بيهدي اللعب كده، وادي إصابة لأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي اللي زي ما قلنا لحضراتكم كان سجل هدفين في دوري هذا الموسم وصنع 5 أهداف، واقع على أرض الملعب نتمنى له السلامة. طبعا الإصابات في بداية المباراة. أدي أمامنا طبعا الإعادة للقطة والتدخل في الكرة اللي فاتت من لاعبي نادي المقاولون العرب مع لاعبي النادي الاهلي وادي احمد الشيخ، ويعني كان في تدخل قوي كده عليه في اللقطه الماضيه وبالتالي سقط على ارض الملعب مصابا، ولكن الحمد لله ام سليم. يعني ايقاف المباراه اكتر من مره الاصابه والامور دي في بدايه المباراه كده بتكسر الريتم، ولازم بقى لاعبي النادي الاهلي يسرعوا الريتم شويه. ادي كره تتلعب على طول اماميه عاليه ترجع وتعود من المقاولون العرب في وسط الملعب،
وترجع الكرة مرة تانية يجيبها بسرعة سريعا كده لاعبي النادي الأهلي. الانتشار الصحيح بيقدر انه يديك ميزة كده انك تقدر تستعيد الكرات في حال بقى انه اخذها المقاول العرب. ادي فاول من ناحية اليمين واضحة جدا البداية انه في بعض اللعب الخشن كده ولعب بحماس شوية من لاعبي نادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء. ترجع الكرة هناك ناحية الشمال، انطلاقة للنادي الاهلي، مهند ايمن بيلعبها في وسط الملعب لاحمد الشيخ، ترجع الكرة مرة تانية في الخلف كده عند اللاعب اللي امام حضراتكم هنا بقى حمزة الدجوي، لاعب مواليد 2008 وكان انضم لمنتخب 2008 بالمناسبة يعني مع الكابتن احمد الكاس. ادي انطلاقة من ناحية اليمين ومحاولة للنادي الاهلي وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم اللقاء ادى فاول بقى في اللقطة الماضية على النادي الاهلي لصالح المقاولون العرب للحارس مصطفى سامي حارس مرمى المقاولون العرب في مباراة اليوم. الاهلي اللي مطالب طبعا بالتسجيل وحسم النتيجة النهاردة، حسم النتيجة والفوز بهذا اللقاء يعني الحصول على لقب بطولة دوري الجمهورية لمواليد 2007. عاد انطلاقة من ناحية اليمين، المحاولة للنادي الاهلي في هذه اللحظات عن طريق اللاعب حازم عاشور سجل هدفين وصنع ثلاثة اللي هو صاحب القميص رقم 14 ده في النادي الاهلي. رمي التماس من ناحية اليمين محمد عاطف بيلعب الكرة الامامية محمد عاطف، ودي محاولة بقى في هذه اللحظات لياسين عاطف ولكن تمر بالكرة الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى للمقاولون العرب في مباراة اليوم. النادي الاهلي اللي بيحاول بقى يعني تنويع اللعب كده على الاجناب زي ما حضراتكم شايفين، ولكن الكرة مرت الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى للمقاولون العرب في مباراة اليوم والحارس مصطفى سامي. ادي امامنا طبعا المدير الفني للمقاولون العرب في مباراة اليوم، تتلعب الكرة امامية كابتن احمد سعيد، ترجع الكرة في الوسط كده للمقاولون. ادي الهجمة ناحية اليمين والمحاولة للاعب عمرو ثروت لاحمد خالد انما اتقطعت ورجعت للنادي الاهلي عن طريق اللاعب زيدان ناجح بيلعبها الى حارس المرمى اياد تامر اللي بيلعب الكره ناحيه اليمين للدجوي حمزه الدجوي بيلعب الكره الاماميه، ولكن تعود الكره سريعا كده للاعبي المقاولون العرب اللي بيلعبوها لقدام. استلام ومحاوله في هذه اللحظات، ودي حمزه الدجوي بقى مع اللاعب يوسف صابر ولكن تعود الكره مره ثانيه في الوسط للمقاولون العرب. احمد خالد بيفتح الملعب ناحيه الشمال، ادي الانطلاقه والمحاوله للمقاولون في هذه اللحظات. محمد السيد بيحاول يعدي محمد السيد وبيلعب كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء انما بيطلع دفاع النادي الاهلي، توصل الكرة للاعب زيدان ناجح انما اتقطعت ورجعت المقاولون. محمد عبد الله وتصويبة كده بعيدة الى خارج ارض الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى للنادي الاهلي والحارس اياد تامر. المقاولون العرب زي ما قلنا لحضراتكم في المركز الثالث، وواضح جدا كده ان هم عندهم يعني لعيبة مميزة وطريقة لعب من يعني الثمان دقايق اللي لعبناهم في الشوط الاول. هنشوف بقى هنا اياد تامر وركلة المرمى للنادي الاهلي تتلعب على طول امامية عالية، كرة عالية كده ولكن في زحام قريبا من المنطقة الدفاعية للاعبي المقاولون العرب. ترجع الكرة ناحية اليمين مرة تانية للنادي الاهلي، نقلات محمد عاطف بيلعبها لاحمد الشيخ ناحية اليمين، وادي الانطلاقة بقى للنادي الاهلي والكرة العرضية، كرة عرضية كده ملعوبة في اللقطة الماضية ولكن تعود الكرة مرة تانية للاعبي المقاولون العرب في مباراة اليوم. ادي الهجمة في وسط الملعب على طول ملعوبة من اللاعب عمرو ثروت هناك ناحية اليمين، انطلاقة من اللاعب مازن درويش بيلعبها ولكن التغطية بقى الدفاعية للنادي الاهلي مهند ايمن بيستلم الكرة مهند وبيلعبها ناحية اليمين لحمزة الدجوي. النادي الاهلي واضح كده ان هو واخد تعليمات انهم يبدأوا الكرة من التلت الدفاعي، ما بيلعبوش كرات طولية زي ما حضراتكم شايفين كده. زياد وائل بيلعب الكرة في وسط الملعب لزيدان ناجح، ادي على طول زيدان بيلعب كرة في وسط الملعب مرة تانية للاعب محمد رأفت بيحاول يعدي محمد رأفت انما اتقطعت منه ورجعت مرة تانية للمقاولون. ادي الراجل بيحاول يسدد ولكن محمد رأفت بقى فدائية في اللقطة الماضية، بيتدخل وياخد فاول لدفاعات النادي الاهلي للاعب محمد رأفت. ادي محمد رأفت وشوف على طول يعني حط قدمه كده في اتجاه الكرة والمهاجم بقى بتاع المقاولون ارتكب ضده المخالفة وبالتالي ركلة حرة للنادي الاهلي في مباراة اليوم. اياد تامر حارس المرمى، جولة التاسعة الجولة الاخيرة المرحلة النهائية لدوري الجمهورية. ادي الكرة تتلعب على طول امامية عالية وتوصل هناك ناحية الشمال للنادي الاهلي في مباراة اليوم ولكن على طول الى خارج ارض الملعب طلعت وبقت رمية تمس. ياسين عاطف كان بيحاول على الكرة ولكن طلعت الى خارج الملعب وبقت رمي التماس لصالح نادي المقاولون العرب من ناحية الشمال.
ادي رامي تتماس هيلعبها على طول عمرو ثروت. عمرو بيلعب الكره الاماميه، عمرو ترجع مره تانية من دفاعات النادي الاهلي في وسط الملعب، الانطلاقه ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي تتماس من ناحيه الشمال للنادي الاهلي في مباراه اليوم. مهند ايمن بيلعب الكره مهند عاليه، وتعود الكره مره تانية لدفاعات نادي المقاولون العربي اللي على طول بيخرجوها، وطلعت الكره وبقت رامي التماس مره تانية للمقاولون من ناحيه الشمال في مباراه اليوم. لسه طبعا كل فريق يعني بيحاول بقى السيطره على المجريات الامور داخل ارض الملعب وفرض طريقه اللعب واسلوب اللعب على الفريق الاخر. ان شاء الله ربنا يوفق بقى لاعبي النادي الاهلي النهارده، مباراه مهمه جدا طبعا، وزي ما قلنا لحضراتكم هي اول مباراه تنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة النادي الأهلي لهذا الجيل اللي هو جيل بقى 2007 في النادي الأهلي. غياب بقى اللي تاحة اللي بنتمنى له السلامة، اللي كان أصيب بقى بالرباط الصليبي، عنده 17 هدف، لاعب هداف كبير طبعا، ولكن كل الدعوات ليه بالشفاء بإذن الله ويرجع بقى ويكمل مسيرته اللي بإذن الله تكون مميزة مع النادي الأهلي والكرة المصرية بوجه عام. يعني ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب، زيدان ناجح بيلعب كرة أمامية واصلة هناك ناحية اليمين، أدي الانطلاقة والمحاولة من اللاعب أحمد الشيخ، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب وتبقى رمي تماس للاعب الهلالي. اللاعب الهلالي في اللقطة الماضية ورمي تماس للمقاولون العرب من ناحية الشمال، بتتلعب على طول أمامية واستلام أمامنا من اللاعب محمد عبد الله، إنما اتقطعت للنادي الأهلي محمد عاطف، وتطلع الكرة وتبقى رمي تماس المساعد كده بيديها على النادي الاهلي من ناحيه الشمال لصالح نادي المقاولون العرب الهلالي، ورمي التماس للمقاولون من ناحيه الشمال في احداث هذا اللقاء. رمي التماس للمقاولون والمباراه واقفه كده زي ما حضراتكم شايفين. وادي بقى هنا طبعا اياد تامر حارس المرمى ورباط الجزمه كده طبعا، واللاعب النادي الاهلي بيربطه له كده طبعا نظرا لانه حارس المرمى بيبقى لابس جوانتي فما بيعرفش يتحكم يعني في الامور دي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه ومحاوله للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، ولكن على طول الى خارج الملعب وطلعت وبقت رامي التماس، طلعت وبقت رامي التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي الاهلي، وتتلاعب الكره مره ثانيه، وهنشوف بقى لاعبي الاهلي بداوا يضغطوا، بداوا يحاولوا ان هم يضغطوا باكثر من لاعب على حامل الكره من جانب لاعبي نادي المقاولون العرب. كرة في وسط الملعب مرة تانية، عمرو ثروت بيلعب الكرة الأمامية ولكن على طول مقطوعة وترجع هناك ناحية الشمال للنادي الأهلي. أدي الانطلاقة وتعود الكرة من اللاعب مهند أيمن ولكن إلى خارج الملعب وطلعت وبقت رامي التماس. رامي التماس لنادي المقاولون من ناحية اليمين، مازن درويش بيلعب الكرة الأمامية ترتد وتعود مرة تانية للاعبي النادي الأهلي. كرات كده متبادله من لاعبي الفريقين في وسط الملعب، وحكم اللقاء كابتن احمد عبد الله بيدي الفاول في احداث هذا اللقاء لصالح نادي المقاولون العرب. ادي فاول للمقاولون. ركله حره للمقاولون العرب. بتتلعب على طول او لسه طبعا هتتلعب دلوقتي. تتلعب على طول اماميه عاليه ومعديه كده واصله داخل منطقه الجزاء، ولكن تعود الكره مره ثانيه خطره جدا، عايز يعملها باكورد في اللقطه الماضيه، وادي بقى الكره تتلعب من اللاعب عمرو ثروت الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لصالح اياد تامر. اياد تامر لاعب النادي الاهلي وحارس المرمى. وصلنا للدقيقه 14، خلاص بنقترب من اول ربع ساعه ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف حتى الان. انطلاقه حمزه الدجوي بيلعب الكره الاماميه عاليه ومعديه كده، ولكن تعود مره ثانيه من دفاعات نادي المقاولون العرب في وسط الملعب، استلام بشكل جيد من اللاعب محمد السيد انما على طول مقطوعه وترجع للنادي الاهلي. ادي بقى الكره الاهلاويه والنقلات بقى في وسط الملعب، ولكن شوف الضغط اللي عامله لاعبي المقاولون، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. امامنا اللاعب محمد عاطف وايضا اللاعب محمد رأفت. ادي رمي التماس من ناحيه اليمين عاطف، محمد عاطف بيلعب الكره، محمد عاطف رغم ان هو ظهير ايمن كده انما استطاع انه يسجل هدفين ويصنع اربعه، لعيب جيد يعني على المستوى الهجومي. تعود الكرة مرة تانية في الخلف كده في اتجاه اللاعب زياد وائل، والمخالفة للنادي الأهلي أحمد خالد. وادي أمامنا بقى هنا الفاول، والمساعد الأول في مباراة اليوم كابتن أسامة السيد اللي أشار
بالمخالفة لحكم اللقاء. ادي التمريرة وادي الكورة وادي الاعادة وادي اللاعب زياد وائل لاعب النادي الاهلي والتدخل بقى في اللقطة الماضية والمخالفة للنادي الاهلي على اللاعب محمد السيد لاعب نادي المقاولون العرب في مباراة اليوم. ركلة حرة للنادي الاهلي من وسط الملعب, ركلة حرة للنادي الاهلي في مباراة اليوم. مهند ايمن ودي امامنا بقى لاعبي النادي الاهلي اللي متواجدين داخل منطقة جزاء نادي المقاولون العرب في مباراة اليوم. امامنا الصورة مع اللاعب محمد رأفت لاعب النادي الاهلي وحارس المرمى للمقاولون مصطفى سامي. وركلة حرة اهلاوية من ناحية الشمال, الركلات الثابتة واهمية الركلات الثابتة, والراجل على طول بيسدد في اتجاه المرمى انما ضعيفة وتصل الى حارس المرمى مصطفى سامي. كان يقدر يلعبها عرضية وتبقى يعني محتاجة اي نكشة اي لمسة اي همسة كده من لاعبي النادي الاهلي داخل منطقة الجزاء, وممكن كانت فرصة كبيرة جدا لتسجيل هدف بقى للنادي الاهلي في اللقطة الماضية. انما تعود الكرة مرة تانية, لازلنا في يعني بداية المباراة وبداية احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية, ادي هجمة وركلة ركنية للمقاولون العرب من ناحية اليمين, ركلة ركنية للمقاولون العرب رايح لها اللاعب احمد خالد. الركلة الركنية للمقاولون في مباراة اليوم امامنا الكابتن احمد سعيد المدير الفني, والركلة الركنية للمقاولون في مباراة اليوم. عندهم لعيبة طوال كده داخل منطقة الجزاء زي ما حضراتكم شايفين, بتتلعب على طول عرضية انما ملعوبة على الايمن قريب, بيخرجها على طول دفاع النادي الاهلي والى خارج الملعب مرة تانية تطلع وتبقى رمي التماس لنادي المقاولون العرب من ناحية اليمين محمد السيد. ادي محمد السيد هيلعب رمي التماس, محمد السيد بيلعب الكرة الامامية عايز يلعبها كده على حدود منطقة الجزاء انما فاول اوت وتبديل اوت كده للنادي الاهلي. حكم اللقاء كابتن احمد عبد الله شفنا الإشارة بيقول له كده ان هو رفع رجله يعني ما لعبش الكرة واقدامه ثابتة. رمي التماس للنادي الاهلي تتلعب على طول امامية عالية وترجع في وسط الملعب في اتجاه اللاعب احمد الشيخ, انما الضغط بقى اللي عامله لاعبي المقاولون العرب وادي الكرة ملعوبة الامامية من اللاعب عمرو ثروت وتعود مرة تانية من زياد وائل بيلعبها على حدود منطقة الجزاء انما ترجع وتعود الكرة للمقاولون العرب في وسط الملعب. استلام وتمويه كده بشكل جيد الحقيقة واتلعبت ناحية الشمال عند اللاعب محمد عبد الله انما بياخدها منه على طول محمد عاطف لاعب النادي الاهلي وبيلعب الكرة الامامية. محمد عاطف استلام بشكل جيد من اللاعب محمد هيثم بيلعبها لاحمد الشيخ, احمد الشيخ بيحاول يعدي احمد الشيخ ولكن تمر الكرة الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحية الشمال. رمي التماس للمقاولون العرب بتتلعب على طول امامية عالية وتعود الكرة من محمد عاطف وتمر الى خارج الملعب مرة تانية وتطلع وتبقى رمي التماس. ادي امامنا طبعا كابتن اسامة زكي والكابتن محمد شوقي وبدلاء النادي الاهلي اللي قاعدين بيتابعوا احداث هذا اللقاء, كل بقى بيترقب وينتظر باذن الله الهدف الاول للنادي الاهلي والانتصار في مباراة اليوم وتحقيق اللقب في احداث هذا اللقاء. ان شاء الله يكون يوم جميل ويوم مميز للاعبي النادي الاهلي مواليد 2007 وباذن الله يقدروا بقى يحققوا لقب دوري الجمهورية للمرة الثالثة على التوالي. انجاز مميز طبعا لهذا الجيل مع مديرهم الفني كابتن اسامة زكي. ركلة حرة من ناحية اليمين للنادي الاهلي جايلها مهند ايمن علشان يلعب بشماله. الركلة الحرة المرة دي بقى هتتلعب عرضية ده على يعني نقطة البنالتي كده داخل منطقة جزاء نادي المقاولون العرب اتوقع كده يعني. ادي امامنا بتتلعب على طول عرضية عالية داخل منطقة ورأسية دفاعية وتمر الكرة الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة ركنية اهلاوية من ناحية اليمين. ده الكلام اللي يعني كنا لسه بنتكلم عليه منذ لحظات وقلنا في تنفيذ الركلة الثابتة الاولى انها لو اتلعبت عرضية ممكن مدافعه المقاولون يغلطوا او حد من لاعبي النادي الاهلي يلمس, المهم انك هتعمل مشكلة كده ودربكة داخل منطقة الجزاء. ركلة ركنية اهلاوية من ناحية اليمين في مباراة اليوم مع اقترابنا بقى من التلت ساعة الاول من احداث هذا اللقاء, ودي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء انما بيطلع دفاع المقاولون العرب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحية الشمال للنادي الاهلي في مباراة اليوم. وشفنا طبعا بقى اللاعب حمزة الدجوي اللي كان مكمل في اللقطة الماضية زيدان ناجح, وادي امامنا كابتن اسامة زكي ورمي التماس مهند ايمن بيلعبها على طول لزيدان ناجح لاعب الاسمراني بقى الجميل في وسط الملعب النادي الاهلي. ادي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ودربكة في اتجاه احمد الشيخ ولكن بيخرج دفاع المقاولون وترجع لزياد اللي بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين, وادي المحاولة بقى من اللاعب محمد عاطف اللي حاول ان هو يسيطر على الكرة ولكن كانت اقوى وطلعت وبقت رمي التماس للمقاولون العرب من ناحية الشمال. تتلعب الكرة مرة تانية ضغط من احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي صاحب القميص رقم 10 وتعود الكرة في وسط الملعب مرة تانية للمقاولون العرب.
ادي انطلاقه من ناحيه الشمال بتتلعب على طول اماميه عاليه، ولكن استلام بقى امامنا من الدجوي، ترجع الكره ناحيه الشمال للاعب محمد عبد الله، لعيب خطير اللي هو بيشغل الجبهه اليسرى الهجوميه لنادي المقاولون ده اللي هو صاحب القميص رقم 13، عامل خطوره الحقيقه. ترجع الكره مره ثانيه، ادي كره الى خارج الملعب محمد هيثم، الكره الى خارج الملعب وطلعت وبقت رامي التماس في مباراه اليوم. رامي التماس وادي امامنا طبعا هنا اللاعب محمد رأفت، هل بقى بيعاني من اصابه ولا حاجه، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي التماس من ناحيه اليمين مره ثانيه لنادي المقاولون العرب. رامي التماس للمقاولون العرب في مباراه اليوم، اماميه الكوره وتصل كده في اتجاه اللاعب محمد رأفت مره ثانيه، انما مقطوعه للاعب اللي امامنا عمرو ثروت، ولكن تمر الكره مره ثانيه وتطلع وتبقى رامي التماس للمقاولون العرب من ناحيه الشمال. رامي التماس المقاولون، الهلالي على التنفيذ وواخد وضع الاستعداد كده، يبدو ان هو هيلعب كره طوليه انما غير رايه، لعبها على طول للاعب محمد عبد الله اللي بيعدي وماشي من ناحيه الشمال، عدى وماشي عدى وماشي عدى وماشي، ولكن بقى جاله على طول اللاعب حمزه الدجوي وقطع الكره ولعب الكره الاماميه العاليه. ادي الاستلام وادي امامنا بقى هنا التكمله من لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم ياسين عاطف. ادي ياسين عاطف بيحاول بقى، اللاعب اللي عنده 8 اهداف في دوري هذا الموسم وصنع هدفين، يعني ساهم ب 10 اهداف مع النادي الاهلي، اللاعب صاحب القميص رقم 15. ترجع الكره مره ثانيه اهلاويه، ادي انطلاقه حلوه، مهند بيعدي من ناحيه الشمال والعرضيه خطيره جدا ومطالبه بقى بشيء في اللقطه الماضيه، ولكن تمر الكوره، يعني هجمه خطره جدا للنادي الاهلي في مباراه اليوم مع وصولنا بقى للدقيقه 21. وادي حكم اللقاء كابتن احمد عبد الله، حكم مباراه اليوم اللي امام حضراتكم، ركله مرمى للمقاولون العرب، انما شوف بقى الهجمه وشوف الكوره اللي اتلعبت حلوه من ناحيه الشمال والمرور الجيد الحقيقه من اللاعب مهند ايمن، اللاعب اللي من مواليد 2008 ويعني بيلعب النهارده مع 2007. ادي خطا بقى من حارس المرمى، ادي خطا من حارس المرمى مصطفى سامي، انما ما وجدتش الاستغلال الامثل بقى من لاعبي النادي الاهلي في اللقطه الماضيه، الراجل ما توقعهاش ولعب الكره قويه، كان يقدر ياخدها بالمناسبه ويمشي بيها. ادي اللقطه، ادي اللقطه وادي التصويبه، ادي التصويبه بقى انما عاليه وبعيده والى خارج الملعب، وفرصه اولى ضائعه من لاعبي النادي الاهلي، فرصه خطيره يعني، الراجل كان في مواجهه المرمى والخطا بقى من حارس المرمى في اللقطه الماضيه مصطفى سامي، انما كان محظوظ الحقيقه لان هو يعني شاط الارض كده بلغه الكوره ووصلت الكوره لمهاجم النادي الاهلي اللي لعبها محمد هيثم فوق العارضه. ترجع الكره مره ثانيه، كره في وسط الملعب، ادي الاستلام والكره الاماميه للنادي الاهلي، وادي امامنا الانطلاقه، ادي احمد الشيخ بيحاول، ولكن بقى تدخل من دفاعات نادي المقاولون العرب عن طريق اللاعب يوسف احمد، وتطلع الكره وتبقى رمي التماس من ناحيه اليمين لمحمد عاطف. محمد عاطف ضغط اهلاوي، بدا الاهلي يضغط وبدا يشكل خطوره على لاعبي نادي المقاولون العرب في مباراه اليوم. محمد عاطف ورمية التماس من ناحيه اليمين، واخد بوزيشن كده ان هو يلعبها طوليه داخل منطقه الجزاء، بالفعل على طول عرضيه عاليه ومعديه وتصل الكره داخل المنطقه، ومحاوله ومطالبه مره ثانيه، مطالبه مره ثانيه به يعني لقطه بقى قد تكون ركله جزاء للاهلي، هل بقى لمست ايد المدافع في اللقطه الماضيه، حكم اللقاء كان قريب جدا من اللعبه كابتن احمد عبد الله، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه الشمال. نتمنى التوفيق النهارده لطاقم التحكيم لارساء العداله واعطاء يعني الفريقين كل فريق حقه في مباراه اليوم علشان بقى يخرجوا باللقاء وللسفينه ببر الامان. ترجع الكره مره ثانيه، سفينه المباراه طبعا، ادي كره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه اليمين لنادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء، انما واضح جدا ان لاعبي الاهلي لما بيمسكوا كوره ويشكلوا خطوره على مرمى المقاولون العرب بيكون في يعني ارتباك دفاعي للاعبي المقاولون زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معنا احداث هذا اللقاء. ركله حره للمقاولون في مباراه اليوم هيلعبها اللاعب يوسف صابر اللي هو حصل عليها طبعا، صاحب بقى قصه الشعر المميزه لاعب يوسف صابر اللي هو بيلعب في مركز 9 ورأس الحربة النهاردة لدى تشكيل المدير الفني كابتن أحمد سعيد المدير الفني لنادي المقاولون في مباراته. كرة أمامية عالية على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي، واللمسة الاثنين دخلوا على بعض كده في اللقطة الماضية الحقيقة، اللاعب يحيى السيد ويوسف صابر، إنما رجعت الكرة للأهلي في وسط الملعب، استلام ومحاولة انطلاقة من أحمد الشيخ ناحية اليمين، أحمد الشيخ يبحث عن التمرير، بيلعب كرة بينية حلوة وادي استلام امامنا من اللاعب محمد هيثم، بيحاول يعدي من ناحيه اليمين محمد، عدى وماشي حلوه، عدى وماشي، ولكن الكره الى خارج الملعب وطلعت بقى وبقت ركله مرمى لصالح نادي المقاولون العرب في مباراه. ادي امامنا طبعا اللاعب محمد هيثم عنده 3 اهداف،
وركله مرمى لنادي المقاولون العرب في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ودي امامنا طبعا كابتن اسامه زكي المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. تتلعب الكره اماميه عاليه ومعديه ولمسه راسيه كده من لاعبي المقاولون وتوصل الكره هناك عند اللاعب يوسف صابر اللي بيحاول عليها، انما الكره اسرع والى خارج الملعب وطلعت وبقت رميه تماس اهلاويه من ناحيه اليمين في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه. وادي حكم اللقاء في تسرع شويه من لاعبي النادي الاهلي في تنفيذ رميه التماس، بلاش التسرع عشان كده لعبوها بشكل خاطئ ورجعت الكره للمقاولون للاعب الهلالي. لسه بدري جدا، لسه بدري جدا والهدف بياتي في ثمته ثانيه، فالتسرع يعني ملوش اي داعي في بدايه المباراه. لا تريس والعب براحتك والعب الكره اللي انت متعود عليها وباذن الله الهدف جاي جاي باذن الله رب العالمين. ادي كره ملعوبه اماميه وتصل في اتجاه اللاعب يوسف احمد اللي بيحرسها وتصل الكره الى مصطفى سامي حارس مرمى المقاولون العرب في مباراه اليوم اللي بيلعبها لادهم احمد وضاغط بقى اللاعب محمد هيثم. ترجع الكره مره ثانيه بلمسه كده ناحيه الشمال للمقاولون العرب. وادي الكره الملعوبه الاماميه انما تعود مره ثانيه من اللاعب محمد عاطف وسط الملعب. وادي الاستلام امامنا بشكل جيد الحقيقه اخذها اللاعب زيدان ناجح وعايز يلعب بقى التمرير الطوليه في اتجاه اللاعب ياسين عاطف اللي بتوصل له الكره دلوقتي. ياسين عاطف الجبهه اليسرى للنادي الاهلي وحكم اللقاء بيدي فاول للاهلي ركله حره. وادي امامنا زيدان ناجح لاعب النادي الاهلي بيلعب الكره مره ثانيه ياسين بيلعب كره اماميه عاليه على حدود منطقه الجزاء. استلام ومحاوله امامنا من اللاعب محمد هيثم بيلعبها على حدود المنطقه كده قريبا من منطقه جزاء نادي المقاولون. وادي الانطلاقه حلوه يا ولد العيب يا محمد عاطف، عده حلوه ولعب كره عرضيه خطيره جدا. شوف بقى المرور الرائع من اللاعب محمد عاطف. وادي بقى الكره واحمد الشيخ والتصويبه مره ثانيه بيخرج دفاع المقاولون. وادي بقى الهجمات الخطيره للنادي الاهلي والحصان الاهلاوي والكره العرضيه مره ثالثه ومره يعني رابعه وخطوره كبيره جدا بيشكلها لاعبي النادي الاهلي على المقاولون العرب ودفاعاته في اللقطات واللحظات الماضيه، ولكن دفاع المقاولون بيخرجوها. ترجع الكره مره ثانيه. ادي الكلام بقى الحلو من لاعبي النادي الاهلي. وادي الضغط، وادي امامنا الانطلاقه من اللاعب زيدان ناجح اللي بيلعب الكره الاماميه ولكن يبدو انها خرجت وطلعت وبقت رمي التماس. شغل جيد وشغل كويس اللي عمله لاعبي الاهلي في اللقطه الماضيه الحقيقه، والهجمات بقى الخطيره اللي شكلها لاعبي النادي الاهلي على دفاعات المقاولون العرب في اللقطات الماضيه مشاهدينا الاعزاء. حلو الكلام وحلو الشغل وحلو الكرات العرضيه ومحاوله التصويب بقى اللي كانت من اللاعب احمد الشيخ، ولكن الكرات كلها مرت يعني بردا وسلاما على دفاع نادي المقاولون العرب في مباراه اليوم حتى الان. يعني ترجع الكره لاحمد الشيخ. ادي احمد الشيخ لاعب مميز واضح كده من لمساته. وادي انطلاقه ايضا للاعب زيدان ناجح اللي هو طبعا ايقونه كده في وسط الملعب ولاعيب كورته حلوه وبيستلم وبيسلم ولاعيب يعني مميز. ترجع الكره مره ثانيه. ادي كره في وسط الملعب لحازم عاشور. ادي هدفين وصنع ثلاث اهداف. عندك بقى الاثنين اللي بيلعبوا على الدايره زيدان ناجح واللاعب حازم عاشور ومعاهم محمد رأفت لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي اياد تامر. اياد بيلعب الكره الاماميه العاليه على حدود منطقة الجزاء كده انما معدية الكورة من اللاعب محمد هيثم. وادي الضغط بقى امامنا اللي عمله اللاعب ياسين عاطف خلى مدافع المقاولون يوسف على طول اضطر ان هو يخرج الكورة الى خارج الملعب. ترجع الكورة مرة ثانية. ادي الانطلاقة من ناحية الشمال للنادي الاهلي. مرور محاولة من اللاعب مهند ايمن انما الكورة تمر الى خارج الملعب وتبقى ركلة ركنية اهلاوية من ناحية الشمال مشاهدينا الاعزاء. ادي الاهلي اللي بدا يضغط والاهلي اللي بدا يحاول والكره ترجع لزيدان ناجح. ادي زيدان ناجح يا ولد العيب يا زيدان وبيلعب كره عرضيه محتاج تكون اعلى شويه يا زيدان، يعني هو عدى بشكل حلو ولعب الكره العرضيه انما كانت محتاجه تكون قويه واعلى شويه في اللقطه الماضيه. وفي الاخير يحصل على ركله ركنيه النادي الاهلي ورايح لها محمد عاطف علشان يلعب بالقدم اليمنى من ناحيه الشمال. وهنشوف بقى هل هناك لاعب يحيي الامان ويسجل بقى هدف باذن الله يجعل فريق الاهلي ولاعبي الاهلي ابطال في مباراه اليوم لدوري الجمهوريه. ركله ركنيه اهلاويه بتتلعب على طول عرضيه محتاجه برضه تكون عاليه شويه، محتاجه تكون عاليه شويه وقويه شويه انما الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي تماس. سيطره من الاهلي. وادي مهند بيلعب الكره في وسط الملعب اللاعب زيدان ناجح. زيدان بيلعب كره عرضيه عاليه المره دي خطره والمحاوله بقى في اتجاه اللاعب احمد الشيخ انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للمقاولون العرب في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ركلة مرمى للحارس مصطفى سامي حارس مرمى المقاولون العرب في مباراة اليوم. والكابتن المميز بقى كابتن أسامة زكي زي ما قلنا بيسعى لتحقيق لقب دوري الجمهورية مواليد 2007 للمرة الثالثة على التوالي.
حققها في الموسمين الماضيين يعني، وترجع الكره مره ثانيه في اتجاه اللاعب اللي امامنا اللي هو عمرو ثروت، بيلعب كره اماميه المقاولون العرب وانطلاقه من ناحيه اليمين، ولكن الكره اسرع وسبقت بقى لاعب المقاولون وخرجت وتخطت الخط كده، وكابتن اسامه السيد بيديها رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. مهند ايمن، اول نص ساعه، اول 30 دقيقه من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. ترجع الكره مره ثانيه وتصل كده ناحيه اليمين، وادي المحاوله للمقاولون العرب. طبعا المباراه النهارده الاهلي مع المقاولون بملاعب الاهلي للناشئين بمدينه نصر، وهناك ايضا مباراه الانظار كلها طبعا بتتابعها والكل بيتابع لقاء انبي مع او سيراميكا كليوباترا بقى ان صح التعبير مع انبي، لان المباراه في ملعب سيراميكا. الانطلاقه من ناحيه اليمين ومحاوله انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي التماس للمقاولون العرب من ناحيه اليمين. لاعبي المقاولين النهارده بيلعبوا باعصاب هاديه جدا، طبعا هم خلاص بعيد عن المنافسه والمركز الثالث، انما النادي الاهلي بيسعى لتحقيق الفوز وبالتالي اللقب. وادي رمي التماس بشكل خاطئ مره ثانيه، غريبه قوي دي. شفنا بقى رميات التماس وتبديل الاوت في مباراه اليوم، لاعب الناشئ لعيب عنده 2007 يعني، المفروض بقى ان هو ممكن الموسم الماضي يكون مؤهل لانه يتم تصعيده للفريق الاول، فلابد انه يكون بيعرف الاساسيات ويلعب رميات تماس بشكل جيد يعني. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، ادي انطلاقه وتعود الكره مره اخرى في الخلف كده للاعب ادهم ناحيه الشمال للمقاولون العرب اللي بيعيدها ادهم على طول الى حارس المرمى مصطفى سامي، ولاعبي النادي الاهلي بيضغطوا كده. وترجع الكره مره ثانيه، كان محظوظ جدا مصطفى سامي في الكره اللي لعبها، ويعني محمد هيثم لعبها فوق العرض. ادي الانطلاقه وترجع الكره مره ثانيه، ادي المقاولون العرب بداوا ينقلوا كره من الخلف كده، والضغط طبعا اللي عامله اللاعب زيدان ناجح لاعب النادي الاهلي. هل بقى يخطئ حارس المرمى؟ هل يخطئ حارس المرمى؟ ودي بقى يعني الخطوره، هذه الخطوره في اللقطه الماضيه اللي الحارس بقى مصطفى سامي. وتعود الكره مره ثانيه اهلاويه من ناحيه الشمال، يا ولد يا لعيب، عدى حلو قوي مهند، ده لعيب مميز. وطبعا اللاعب محمد هيثم ايضا اللي هو راس الحربه اللي بدا يعني يروح على الاجناب كده، وادي هجمه للنادي الاهلي ومحاوله تصويب، انما ترجع الكره مره ثانيه للاعب محمد عاطف. يا سلام عليك يا محمد يا عاطف، عدى حلو قوي، لاعب كره عرضيه. وادي محاوله بقى في اللقطه الماضيه من اللاعب ياسين عاطف، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. وادي امامنا حارس المرمى مصطفى سامي يعني يسقط على ارض الملعب للمره الثانيه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. مباريات اليوم طبعا في هذه الجوله، ادي امامنا، يا سلام على التمويه، يا سلام على المرور، يا سلام عليك، ده مزاجه رايق وعايق النهارده اللاعب محمد عاطف، وعدى حلو قوي من ناحيه اليمين. يعني صناعه اهداف لديه اربعه صناعه اهداف وأربعة أسيست قبل بداية أحداث هذا اللقاء. وشوف بقى عد النهاردة الكرات الحلوة اللي عملها اللاعب محمد عاطف الحقيقي. وادي جانب من الحضور بقى والجماهير اللي متواجدة في ملاعب الناشئين للنادي الأهلي بمدينة نصر، وهناك طبعا المدرجات اللي بيتم بنائها في الملعب بإذن الله للجمهور. وادي أمامنا الإعادة للكرات بقى، واللاعب ياسين عاطف في اللقطة الماضية اللي كان بيحاول، واللاعب اللي امامنا محمد هيثم ايضا لعيب مميز. شوف محمد هيثم اللي بيتوجه كده على الاجنام، وشوف بيعدي بشكل جيد جدا، اللاعب اللي لديه 3 اهداف في دوري هذا الموسم، وزي ما قلنا كان محترف في فيتوريا دي جامريش البرتغالي. وادي الهجمه الحلوه اللي اتلعبت والكوره اللي كان فيها مطالبه من لاعبي النادي الاهلي وخرجت الى خارج الملعب، ويبدو انها اصطدمت بصدر بقى لاعب نادي المقاولون. وادي الاعاده مره ثانيه للكوره اللي كان فيها برضه كلام من لاعبي نادي المقاولون العرب. بعض الاعداد والالتحاقات الحلوه بقى في مباراه اليوم اللي شاهدناها في النصف ساعه الاول الذي مر، وبنلعب في الدقيقه 34 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. ادي الكرات العرضيه والكرات بقى الخطر للاعبي النادي الاهلي والاصطدام من لاعبي المقاولون العرب في مباراه اليوم. وقام بقى سليم الحمد لله مصطفى سامي حارس المرمى. المباريات اللي بتتلعب بقى في يعني هذه الجوله المرحله النهائيه، الاهلي مع المقاولون المباراه اللي امام حضراتكم، الاسماعيلي مع بيراميدز، الزمالك مع الاتحاد، طلائع الجيش مع زد، وسيراميكا مع انبي. 10 فرق طبعا في المرحله النهائيه، ولكن الاسماعيلي الحقيقه الفريق الكبير والفريق التاريخي يعني في قاع جدول الترتيب في المركز العاشر في المرحله النهائيه يعني. طبعا كلنا عارفين انه المجموعه اتقسمت نصين، ناس بتلعب على اللقب اللي هم العشره اللي قلناها قلناهم وذكرناهم لحضراتكم منذ قليل، والعشره او ال 11 التانيين بيلعبوا بقى على يعني الهروب من شبح الهبوط. ادي كره الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس من ناحيه الشمال
مباراة بقى هامة جدا للنادي الأهلي، ومباراة ببطولة، ولازم اللعيبة يعني تشد حيلها شوية في أحداث هذا اللقاء علشان اللقب النهاردة. اللقب يا رجالتنا. أدي بقى الفاول من ناحية الشمال للنادي الأهلي، وإياد تامر. إياد تامر الأهلي بقى معودنا أنه هو يكون يعني رقم واحد في كل حاجة، سواء في قطاع الناشئين، الفريق الأول، في ألعاب الصالات، في كل شيء. طبعا الأهلي دائما ما يبحث عن البطولة زي ما قلنا واتكلمنا في بداية أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية، يلا يا رجالة، هذه الانطلاقة والكرة العرضية، هذه الكرة العرضية، ومحاولة بقى للمقاولون العرب، وترجع الكرة هناك ناحية اليمين، نحاول نعلي الريتم احنا شوية، يمكن لعل وعسى، وهذه كرة عرضية مرة تانية من اللاعب وخطرة، وحارس المرمى بقى اللي يبدو ان هو مرتبك النهاردة مصطفى سامي. شوف محمد عاطف لاعب الكرة العرضية، ومصطفى سامي اكتر من لقطة، اكتر من لقطة، يعني لو هنعد هنقول دي اللقطة التالتة للحارس بقى مصطفى سامي، حارس مرمى نادي المقاولون العرب في مباراة اليوم، اللي بيخطئ فيها دون استغلال من لاعبي النادي الاهلي. لابد بقى الكابتن اسامة زكي ان هو يخلي اللعيبة تعمل الفولو، تعمل المتابعة على حارس المرمى وعلى اخطائه. شوف الراجل بيمسك الكرة ومعهوش حد تماما، وتقع من ايده، وكان يعني بقى بيحاول يكمل اللاعب محمد هيثم في اللقطة الماضية. ممكن تلعب على اخطاء حارس مرمى المقاولون اللي هو الحارس مصطفى سامي النهاردة وتقدر تسجل. ادي رمي التماس بتتلعب على طول عرضية داخل منطقة الجزاء، وتتلعب من اللاعب محمد هيثم، ولكن حكم اللقاء بيدي المخالفه لدفاعات نادي المقاولون العرب. ادي امامنا كابتن احمد عبد الله، منطقه الاسكندريه لكره القدم، حكم هذا اللقاء، وفاول ومخالفه للمقاولون العرب في مباراه اليوم، اللي يعني زي ما حضراتكم شايفين بيستغلوا بقى هدوء اعصابهم في اضاعه بعض الوقت. امامنا طبعا كابتن بدر رجب في مباراه اليوم، واحد من النجوم الكبار طبعا، والكابتن شريف عبد المنعم اللي متواجد بجواره. طبعا نجوم كبار يا جماعة، وأسماء كبيرة جدا، وأساطير قدمها النادي الأهلي الحقيقة على مدار تاريخه. أبو الأشبال بقى الكابتن بدر رجب طبعا في اللقطة الماضية. أدي كرة تتلعب للمقاولون، خطرة خطرة، والتصويبة بقى تصويبة من اللاعب أحمد خالد، إنما تمر إلى خارج الملعب، تمر إلى خارج الملعب. خلي بالك إنك تهاجم وتبحث عن الفوز مع التأمين الدفاعي، مع التأمين الدفاعي، يعني الافضل للاهلي ان هو يسجل، ولكن ما تتلقاش باكو اهداف علشان ما يقعدش بقى يبحث عن التعادل وبعدين تبقى مشكله. ادي بقى هنا اياد تامر حارس المرمى في احداث هذا اللقاء، بتتلعب على طول الكره الاماميه العاليه، مباراه مش سهله طبعا امام نادي المقاولون اللي في المركز الثالث زي ما قلنا لحضراتكم، وبالتاكيد اعصابه اهدى، وبيلعب النهارده مباراه للشهره. اللعيبه طبعا المباراه منقوله على الهواء مباشره عبر شاشه قناه النادي الاهلي الحقيقه، فمصر كلها بتشوف اللقاء على الهواء مباشرة، وفرصة لهؤلاء اللاعبين لتقديم بقى مهاراتهم وإمكانياتهم، وهي فرصة برضو للاعبي النادي الأهلي اللي هم مواليد 2007، اللعيبة الصغيرين دول، إن هم يتعودوا بقى على المباريات وعلى ضغط النقل المباشر ومتابعة الجماهير والأمور دي كلها، عشان اللاعب يطلع كده عنده شخصية، شخصية البطل، شخصية النادي الأهلي. هذه الانطلاقة والكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، خطرة، وهذه اللمسة الرأسية، ولكن تمر بقى أحمد الشيخ إلى خارج أرض الملعب، وتطلع وتبقى ركلة مرمى للمقاولون العرب في مباراة اليوم. هدف بقى للنادي الأهلي، هيخلي لاعبي المقاولين يسرعوا اللعب شوية، إنما زي ما حضراتكم شايفين طول ما المباراة ماشية بالتعادل السلبي المقاولين بيضيعوا وقت زي ما هم عايزين، زي ما حضراتكم شايفين كده يعني. ركلة مرمى، هيلعب الكرة اللاعب يوسف أحمد، يوسف بيلعب الكرة الأمامية وترجع مرة تانية، إنما عدت ووصلت للمقاولين ناحية اليمين عن طريق اللاعب عمرو ثروت. عمرو بيلعب التمرير الأمامية، وادي الانطلاقة للاعب أحمد خالد، بيحاول يعدي، عدى أحمد خالد ولعبها في وسط الملعب، وهجمة خطر للمقاولين، وادي الكرة التمرير الأمامية، إنما على طول مقطوعة الكرة من اللاعب يوسف. زياد وائل بتتلعب الكرة وتصل إلى حارس المرمى مصطفى سامي. مصطفى سامي بيمسك الكرة على مهله تماما، مصطفى سامي بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال للنادي لنادي المقاولين، اللي تتلعب على طول كرة أمامية، هذه الانطلاقة في اتجاه اللاعب يوسف صابر، إنما على طول عاطف بيقطعها، وترجع الكرة في وسط الملعب مرة تانية لمحمد رأفت، إنما اتقطعت وصلت المقاولين، نقلات من لاعبي المقاولين، وخطر جدا الكلام ده، وادي الراجل عدى ولعب الكرة بقى يوسف صابر، إنما تصل سهلة إياد تامر حارس مرمى النادي الأهلي. أدي أمامنا اللاعب يوسف صابر لاعب نادي المقاولون العرب في مباراة اليوم، ترجع الكرة بلمسة من اللاعب محمد هيثم، وادي الانطلاقة بقى هناك عند اللاعب ياسين عاطف، وحارس المرمى خارج بقى المرة دي مصطفى سامي، وماسك الكرة كابتن نادي المقاولون العرب في مباراة اليوم. يوسف أحمد، ادي يوسف
وصلنا للدقيقة 40 من عمره وأحداث الشوط الأول في هذا اللقاء الهام للنادي الأهلي مواليد 2007 مع المقاولون العرب في الجولة 9 والأخيرة للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية 2007. الأهلي اللي في حال تحقيق الفوز بإذن الله يحقق اللقب في أحداث هذا اللقاء. لا قدر الله بقى أي نتيجة تانية، ننتظر نتيجة سيراميكا كليوباترا مع إنبي. هذه ركلة حرة من ناحية اليمين للاعب محمد عاطف. إن شاء الله الأهلي يحسم المباراة وما نبصش للنتائج حد زي ما تعودنا يعني. ترجع الكرة هناك ناحية الشمال، هذه الانطلاقة للأهلي، هذه المرور الحلو من اللاعب ناجح بيلعب كرة عرضية بالفعل الهدف الأول. يا سلام عليك يا أحمد الشيخ، الهدف الأول في مباراة اليوم، أحمد الشيخ بيسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. لسه بقول لحضراتكم إن شاء الله الأهلي يسجل وما نستناش نتيجة حد زي ما تعودنا، وبالفعل أحمد الشيخ يسجل ويفتتح الأهداف، الهدف الثالث ليه على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم لهذا اللاعب والاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي بقى الكره الحلوه من اللاعب محمد عاطف. يا سلام عليك يا محمد يا عاطف، وادي الاخطاء الدفاعيه اللي بنشوفها من لاعبي المقاولون العرب اللي دخلوا في بعض في اللقطه الماضيه، انما شوف المرور وشوف التمويه وشوف الجمال والحاجات الحلوه اللي اتعملت من اللاعب حمزه الدجوي المدافع للاعب الكره العرضيه. وادي اللمسه الحلوه، ادي اللمسه الحلوه من احمد الشيخ، ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك. والهدف الاول، وادي امامنا بقى الكابتن محمد شوقي. الاهلي في مباراه اليوم يسجل اولا في أحداث هذا اللقاء ويتقدم مع حلول الدقيقة 41 في مباراة اليوم. الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول، الأهلي يتقدم على المقاولون العرب بهدف لأحمد الشيخ. رمي التماس من ناحية اليمين، أدي لاعبي بقى المقاولون العرب اللي منذ يعني لحظات كانوا بيضيعوا وقت على طول هيلعبوا بسرعة. رمي التماس من ناحية اليمين للمقاولون العرب في مباراة اليوم، بتتلعب على طول الكورة وتصل بقى فاول للنادي الأهلي من ناحية الشمال. ادي امامنا الجماهير اللي اصبحت سعيده طبعا بالهدف بقى اللي سجله احمد الشيخ في مباراه اليوم. الاهلي هو البطل حتى الان، وباذن الله في النهايه نبارك جميعا للنادي الاهلي، نبارك جميعا للنادي الاهلي بقى البطوله. ادي امامنا طبعا بقى كابتن الشيخ اللي هو طبعا متواجد في ملعب المباراه، والد بقى اللاعب احمد الشيخ اللي طبعا سجل الهدف الاول في مباراه اليوم، يعني والده فرحان بيه جدا زي جماهير الاهلي كلها ما هي فرحانه باحمد الشيخ. وادي كره خطره وتصويبه بقى، ادي تصويبه الاهلي اللي نفسه اصبحت مفتوحه، ومحاوله في اللقطه الماضيه من اللاعب ياسين عاطف اللي عنده 8 اهداف اللاعب الهداف، ولكن التصويبه تمر الى خارج الملعب. ادي بقى الحلويات اللي بيعملها النهارده اللاعب محمد عاطف. يا ولد يا لعيب يا محمد يا عاطف، الباك اليمين بقى للنادي الاهلي، وادي التصويبه من اللاعب ياسين عاطف، انما تمر الكره الى خارج الملعب وتصل ناحيه الشمال. ادي كره تتلعب على طول مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي، وادي الانطلاقه من لاعب زيدان ناجح بيلعب كره اماميه على حدود منطقه الجزاء، وترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي والضغط الاهلاوي وكره خطره. وادي المحاوله بقى في هذه اللحظات اللاعب محمد هيثم اللي بيسعى لاضافه اهداف على المستوى الشخصي، لاعب مميز جدا لاعب محمد هيثم ده، عنده 3 اهداف في دوري هذا الموسم زي ما قلنا لحضراتكم، لاعب بقى كمحترف في فيتوريا دي جاماريش البرتغالي، وطبعا قادم من نادي زد في يناير الماضي. إضافة قوية للنادي الأهلي. أدي إعادة من زاوية تانية بقى للهدف الجميل اللي سجله النادي الأهلي وسجله اللاعب أحمد الشيخ. وشوف بقى المهارة، شوف المهارة بتاعت حمزة الدجوي، شوف المهارة بتاعت اللاعب حمزة الدجوي الحقيقة، اللاعب المدافع، اللاعب اللي انضم بقى لمنتخب 2008 مع الكابتن أحمد الكاس لاعب الكرة العرضية. يا ولد يا لعيب يا أحمد يا شيخ، المتابعة والكرة إلى داخل الشباك، والهدف الأول اللي مستمرة به النتيجة حتى الآن للنادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء على المقاولون العرب، والهدف ده بإذن الله مع إضافة أهداف أخرى يكونوا يعني سبب في إسعاد جماهير النادي الأهلي النهاردة والكابتن أسامة زكي وأبنائه بقى وتحقيق لقب دوري الجمهورية. هذه انطلاقة وفاول لنادي المقاولون العرب من ناحية اليمين في مباراة اليوم. سلامات للاثنين لعيبة بقى اللي واقعين من جانب لعيب النادي الأهلي، لاعب زيدان ناجح لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم، وادي أمامنا بقى طبعا كابتن أحمد ناجي والكابتن بدر رجب والتعليمات ويعني الكلام بقى مع اللعيبة وأيضا مع حكم اللقاء اللي بيتكلموا طبعا مع حكم اللقاء اللي احتسب فاول على النادي الاهلي في اللقطه الماضيه. وادي امامنا طبعا كابتن اسامه السيد اللي بيتكلم مع الكابتن بدر رجب والكابتن محمد شوقي، والاثنين لعيبه واقعين على ارض الملعب. سلامات طبعا ليهم في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء، ان شاء الله الف سلامه طبعا للاعب المصاب من النادي الاهلي وايضا للاعب نادي المقاولون العرب. ادي بقى الكوره، ادي الكوره، شوف الاعاده بقى، شوف الاعاده وشوف اللعبه وشوف اللقطه. ادي الانطلاقه من ناحيه اليمين، وادي المرور
والراجل ادها فاول، ادها فاول على لاعب النادي الاهلي رغم انه كان في اعتراض كده بلغه الكره من لاعبي نادي المقاولون العرب في اللقطه الماضيه، انما فاول دي اللقطه اللي اعترض عليها بقى الجهاز الفني للنادي الاهلي مع الكابتن بدر رجب بقى والكابتن محمد شوقي على حكم اللقاء، كابتن طبعا احمد عبد الله حكم منطقه الاسكندريه لكره القدم. ادي امامنا لاعب النادي الاهلي اللي كان واقع على ارض الملعب في اللقطه الماضيه حازم عاشور، ان شاء الله طبعا يكون سليم ويكمل المباراه. وطبعا شفنا الدكتور حازم عبد الرحمن وعبد الرحمن مكي كانوا موجودين بقى في اسعافه. اتلعبت الكره مره تانية اهلاويه الشوط الاول، خلاص بنلعب في الدقيقه الاخيره من عمر واحداث الوقت الاصلي للشوط الاول الدقيقه 45، والاهلي اصبح متقدم بهدف سجله احمد الشيخ. ترجع الكره مره تانية، هذه الانطلاقه، لكن يا ولد لعيب ده عامل دور دفاعي ودور هجومي رائع جدا اللاعب محمد عاطف الحقيقه، لاعب مميز جدا في الجبهه اليمنى للنادي الاهلي اللاعب محمد عاطف. لاعب محمد عاطف شوف عامل دور هجومي كويس، وكان له دور بقى بالكرات العرضيه في الهدف اللي سجله النادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد الشيخ، وايضا على المستوى الدفاعي عامل ماتش حلو قوي. رمي التماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي في مباراه اليوم، الاهلي بطل دوري الجمهوريه وحامل اللقب لموسمين على التوالي وباذن الله الثالثه في الطريق. رمي التماس بتتلعب على طول عرضيه وترجع مره ثانيه من دفاعات نادي المقاولون، ادي الهجمه للاهلي من ناحيه اليمين والمرور يا ولد لعيب يا محمد هيثم. شوف محمد هيثم بيعمل ايه، عدى حلو قوي وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس. خلي بالك هو مش مهاجم صندوق بس، مش لاعب بيلعب جوه الصندوق، اللاعب اللي امام حضراتكم ده اللي عنده 3 اهداف اللي اتكلمنا عليه وقلنا ان هو جاي من زد واحترف في فيتوريا دي جاماريش البرتغالي، بيتحرك على خارج ال 18 وعلى الاجناب، ولاعب كورته حلوه ولاعب مهاري وجسمه جيد. وادي بقى تصويبه في اللقطه الماضيه ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للمقاولون العرب في مباراه اليوم. محمد هيثم مثال جيد للمهاجم المميز الحقيقه، يعني لاعب عنده بقى بعض المهارات وبعض الامكانيات المميزه في لعيبه كده مهاجمين يبقوا مهاجمين صندوق بس، انما الراجل ده بيعرف يسجل اهداف وفي نفس الوقت بيتحرك على الاجناب وحاجه زي الفل يعني. ترجع الكره مره ثانيه، احمد الشيخ صاحب الهدف الوحيد في مباراه اليوم حتى الان، بيلعب كره عرضيه انما اتقطعت الكره مره ثانيه ورجعت للمقاولون العرب عن طريق اللاعب محمد السيد اللي بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين مره ثانيه للاعبي المقاولون في احداث هذا اللقاء. انطلاقه ومحاوله للمرور كده انما اتقطعت ورجعت مره ثانيه للاهلي، حكم اللقاء كابتن احمد عبد الله بيدي فاول للمقاولون، بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، لقاء الجولة التاسعة والأخيرة للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية مواليد 2007. الأهلي متقدم على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء سجله أحمد الشيخ، وبهذه النتيجة حتى الآن الأهلي البطل، ربنا يكملها على خير. آدي بقى ركلة حرة للمقاولون العرب، ركلة حرة للمقاولون العرب من وسط الملعب، أكيد هتتلعب طولية مفيش وقت، بيحاولوا بقى إن هم يلعبوا الكرات على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي، بالفعل بتتلعب على طول عرضية عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الأهلي بيخرجوها وترجع الكرة للاعب زيدان ناجح اللي بيخرجها من منطقة الخطورة وتطلع وتبقى رمي التماس. أدي أمامنا الصورة كابتن مؤمن زكريا، كابتن أحمد ناجي والنجوم بقى اللي حاضرين النهارده في ملاعب الاهلي بمدينه نصر، وفي هذه اللحظات كابتن احمد عبد الله يطلق صافره نهايه احداث الشوط الاول من مباراه الاهلي والمقاولون العرب الجوله التاسعه والاخيره للمرحله النهائيه لدوري الجمهوريه. الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب احمد الشيخ. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في احداث الشوط الثاني دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا من جديد للكباتن الكبار كابتن أسامة حسني وضيفيه الكريمين كابتن عادل طعيمة ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية مشاهدينا الأعزاء مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ونلتقي سويا وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي والمقاولون العرب الجولة التاسعة والأخيرة لدوري الجمهورية مواليد 2007 في المرحلة النهائية. طبعا بنفتتح الشوط الثاني بإعادة من مخرجنا المميز الأستاذ طبعا محمد الدكروري لهدف المباراة الوحيد، وشوف حمزة الدجوي اللي عملها عرضية جميلة جدا على الرغم من أنه مدافع، وأحمد الشيخ اللي كمل
وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في مباراة اليوم اللي مستمرة به النتيجة حتى الآن. لمن يتابعنا مشاهدين الأعزاء ولمن انضم إلينا الآن، النادي الأهلي يسعى للفوز في مباراة اليوم لتحقيق لقب دوري الجمهورية، حيث أن النادي الأهلي في الصدارة برصيد 68 نقطة، ويلتقي المقاولون العرب في مباراة اليوم اللي الأهلي زي ما قلنا متفوق بهدف مقابل لا شيء حتى الآن في أحداث الشوط الأول. نادي إنبي 67 نقطة، يعني الفارق نقطة وحيدة، وإنبي يلتقي سيراميكا كليوباترا في ملعب سيراميكا كليوباترا في مثل هذا التوقيت. النادي الأهلي في حال تحقيق الفوز النهاردة بدون النظر إلى نتائج الآخرين ما يشغلوش أي حد مع مدير الفني كابتن أسامة زكي، خلاص يبقى النادي الأهلي هو بطل دوري الجمهورية للمرة الثالثة والموسم الثالث على التوالي. الأهلي حقق لقب دوري الجمهورية مواليد 2007 في الموسمين الماضيين مشاهدين الأعزاء، ويسعى للحصول على اللقب للموسم الثالث على التوالي مع المدير الفني الكابتن أسامة زكي اللي حقق اللقب مع الأهلي في المرتين السابقتين، ويسعى أيضا اليوم لتكرار الإنجاز. شوط أول كان جيد من لاعبي النادي الأهلي، عملوا ضغط كده على لاعبي المقاولون العرب، وشفنا مهارات وكرات حلوة من لاعبي الفريقين، وتألق الحقيقة كان للاعب محمد عاطف ولمحمد هيثم وللاعب حمزة الدجو، وبالتأكيد لأحمد الشيخ اللي سجل هدف المباراة الوحيد. نذكر حضراتكم سريعا مشاهدين الأعزاء بتشكيل الفريقين. النادي الأهلي لحراسة المرمى إياد تامر، ورباعي خط الظهر من اليمين محمد عاطف، زياد وائل، حمزة الدجوي، مهند أيمن، ثلاثي في وسط الملعب محمد رأفت، زيدان ناجح، حازم عاشور، وفي المقدمة وحاملي الأمال الهجومية لمباراة اليوم أحمد الشيخ، ياسين عاطف، ومحمد هيثم. بدأنا مع حضراتكم أحداث الشوط الثاني، وبسم الله وعلى بركة الله أصبح على إيدنا اليمين النادي الأهلي وعلى إيدنا الشمال المقاولون العرب، اللي كان بادئ المباراة بتشكيل مكون من مصطفى سامي، يوسف أحمد، أدهم أحمد، مازن درويش، الهلالي محمد السيد، عمرو ثروت، أحمد خالد، يحيى السيد، محمد عبد الله، ويوسف صابر. قيادة تحكيمية المباراة اليوم كابتن أحمد عبد الله بيعاونه أسامة السيد ومحمد سعد والثلاثي من منطقة الأسكندرية لكرة القدم. النادي الأهلي مباراة مهمة جدا ليه، والنهاردة بإذن الله يحتفل بقى المدير الفني كابتن أسامة زكي مع أبنائه، وطبعا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم. كابتن طبعا أمامنا من النجوم الكبار للنادي الأهلي، وبعض ميشيل يانكون طبعا المتواجد في ملعب المباراة بيتابع أحداث هذا اللقاء، وسط متابعة أيضا من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي لقطاعات الناشئين، وبإذن الله نشوف في بقى قادم الأيام لعيبة من هؤلاء النجوم إنه يتم تصعيدهم بقى للفريق الأول في القادم من السنوات، ويكونوا نجوم كبار جدا في كرة القدم المصرية. أول مباراة تنقل على الهواء مباشرة لجيل 2007 عبر شاشة قناة النادي الأهلي. سبق طبعا وكان تم تصعيد 13 لاعب من قطاع الناشئين للنادي الأهلي بإذن الله نقولهم في أقرب طاق. هذه كرة تتلعب على طول وتوصل في وسط الملعب للمقاولون العرب. النادي الأهلي مطالب بقى طبعا بالابتعاد بالنتيجة وتغطية الهدف اللي سجله أحمد الشيخ في أحداث الشوط الثاني، وهنشوف بقى التعليمات اللي ادها الكابتن أسامة زكي للاعبين ما بين شوطي هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. كان عندنا ملاحظة كده قلناها إنه الحارس بقى اللي هو مصطفى سامي بيبقى لديه بعض الأخطاء كده، وهنشوف بقى التعليمات أكيد جت من الكابتن أسامة زكي للاعبي النادي الأهلي إن هم يكملوا مع حارس المرمى ويعملوا الفولو ويعملوا المتابعة. ودي أمامنا بقى اللاعب يوسف صابر لاعب نادي المقاولون العرب، بالمناسبة المقاولون العرب فريق خطير في الركلات الثابتة. هذه جانب بقى من الحضور في مباراة اليوم مشاهدين الأعزاء، والكابتن محمد يوسف والجهاز الفني للنادي الأهلي وميشيل يانكون، ويعني متابعة بقى للجهاز الفني الفريق الأول للنادي الأهلي للمباراة ولكل صغيرة وكبيرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. هذه كرة تتلعب على طول عرضية عالية داخل منطقة الجزاء وترجع الكرة مرة تانية المقاولون العرب منتهى الخطورة، إنما بيطلع دفاع النادي الأهلي في اللقطة الماضية. تعود الكرة مرة تانية في الخلف كده تصل إلى مصطفى سامي حارس مرمى المقاولون العرب في مباراة اليوم، اللي بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال عند اللاعب الهلالي اللي بيلعب الكرة الأمامية العالية، ولكن تصل إلى يد تامر اللي بيسيبها وتطلع وتبقى ركلة مرمى أهلوية في مباراة اليوم. النادي الأهلي اللي زي ما قلنا لحضراتكم دايما بنتذكر حضراتكم إنه في حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم خلاص الأهلي يصبح رسميا هو بطل دوري الجمهورية لمواليد 2007 في أحداث هذا اللقاء. وسط بقى هذه النقاشات والكلام والكابتن علاء نبيل والكابتن رضا شحاتة والنجوم نجوم كبار جدا طبعا موجودين النهاردة في ملاعب النادي الأهلي مدينة نصر،
والاستاذ محمد هيثم ايضا المدير التنفيذي لنادي زد. ويعني جانب بقى من الحضور شخصيات رياضيه كبيره جدا متواجده في ملاعب الاهلي مدينه نصر النهارده لمتابعه احداث هذا اللقاء، وباذن الله يشهد هذا اليوم يعني احتفال بقى من جانب كابتن اسامه زكي ولاعبيه بدوري ولقب دوري الجمهوريه مواليد 2007. ترجع الكره مره ثانيه وتصل ناحيه اليمين هناك بقى للنادي الاهلي من ناحيه اليمين عن طريق اللاعب محمد عاطف اللي بيلعب الكره الاماميه العاليه ومعديه، وتصل الكره لدفاعات نادي المقاولون العرب. الحقيقه النهارده طاقم التصوير مع الاخراج مع يعني فريق العمل في قناه الاهلي عاملين عظمه النهارده في نقل هذا اللقاء، فكل الشكر ليهم طبعا. ادي بقى هنا امامنا تسلل ورايه وصفاره امام حضراتكم من المساعد الثاني كابتن محمد سعد، وكابتن احمد عبد الله بيحتسب المخالفه للنادي الاهلي والركله الحره الغير مباشره في اللقطه الماضيه. ادي امامنا اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، والكابتن محمد شوقي امام حضراتكم. دايما واقف كده الكابتن محمد شوقي ولديه حماس، وكان لعيب كبير جدا يا جماعه في وسط الملعب مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، ويعني من اللعيبه اللي ليهم تاريخ كبير جدا. ادي بقى هنا هنشوف حارس المرمى وحكم اللقاء في هذه اللقطه بيدي لمسه يد للنادي الاهلي من خارج منطقه الجزاء. هل بقى كان يكون فيها انذار في اللقطه اللي فاتت دي؟ ادي يعني ركله حره من مكان مميز جدا للنادي الاهلي. شوف بقى حارس المرمى جاب الكره من خارج منطقه الجزاء، ادي الكره، ادي الاعاده، وادي الراجل خارج وبقبضه اليد كده زي ما حضراتكم شايفين، والكره كانت عدت خط ال 18، وحكم اللقاء احمد عبد الله بمنتهى الهدوء كده يعني جابها وظبط بقى حارس المرمى مصطفى سامي في اللقطه الماضيه، واحتسب الكره للنادي الاهلي وركله حره للاهلاويه من على حدود منطقه جزاء نادي المقاولون العرب. هذه بقى مداولات من لاعبي النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. يعني استغلال الكرات اللي زي دي مهم جدا، استغلال الكرات اللي زي دي مهم جدا. طبعا امامنا اللاعب مهند ايمن، وامامنا طبعا زيدان ناجح، وايضا اللاعب اللي هو طبعا في مباراه اليوم محمد رافت. هنشوف بقى هنا ادي امامنا زيدان ناجح واللاعب مهند ايمن، زياد ومهند وحارس المرمى مصطفى سامي، وركله حره اهلاويه من على يعني خط ال 18 كده، قريبه جدا من خط ال 18 لنادي المقاولون العرب. هنشوف بقى الاستغلال في الركلات الحره والركلات الثابته. يا سلام بقى لو الاهلي يقدر يستغلها ويسجل الهدف الثاني مع بدايات الشوط الثاني. يا ولد يا لعيب، لعيبه حلوه الحقيقه اللاعب زيدان ناجح، انما تخبط كده وتطلع وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. زيدان ناجح في اللقطه الماضيه، يعني شوف بقى اللقطه، شوف اللقطه وشوف اللعبه بالقدم اليمنى من زيدان ناجح، انما تصطدم كده بالدفاع وتطلع وتبقى ركله ركنيه اهلاويه من ناحيه الشمال في مباراه اليوم للنادي الاهلي اللي بادئ بدايه هجوميه مع احداث الشوط الثاني. حاول بقى النادي الاهلي يخطف هدف بدري في الشوط الثاني يريح الاعصاب ويبتعد بالنتيجه، وادي الكره العرضيه على الايمن قريب، ولكن تعود الكره مره ثانيه لدفاعات نادي المقاولون العرب، وادي الكره تعود اهلاويه مره ثانيه. ادي الانطلاقه من ناحيه الشمال، زيدان ناجح بيعدي، زيدان ناجح لسه الكره معاه، زيدان بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، انما ترجع الكرة مرة تانية للاعبي نادي المقاولون العرب في مباراة اليوم. وادي الانطلاقة ناحية اليمين، ادي الهجمة المرتدة، ادي الهجمة المرتدة، اقل لمسات في اسرع توقيت، انما ضغطوا عليه على طول لاعبي النادي الاهلي وقدروا ان هم يستخلصوا الكرة ويجيبوها. وادي زيدان ناجح، زيدان بيلعب كرة بينية حلوة، وادي الانطلاقة ناحية الشمال عند اللاعب محمد هيثم. محمد هيثم اللي شفنا بقى تحركاته في الشوط الاول كثيرا كده خارج منطقه الجزاء، لعيب هداف ولعيب ايضا بيجيد التحرك خارج منطقه الجزاء، ولديه مهارات وامكانيات مميزه جدا. ادي كره ملعوبه، يرتدي طبعا بقى القميص رقم 23 اللي كان خاص بالنجم محمد عبد الفتاح تحت لاعب النادي الاهلي اللي مصاب، اللي دعواتنا ليه بالشفاء باذن الله. طبعا لعيب هداف ولعيب من اللعيبه المميزين جدا والمؤثرين مع فريق النادي الاهلي مواليد 2007. كل امنياتنا ليه بالشفاء العاجل بقى من عمليه يعني القطع في الرباط الصليبي. بترجع الكره مره ثانيه، هذه انطلاقه للمقاولون العرب من ناحيه الشمال عن طريق اللاعب يوسف صابر، انما بيضغط عليه لاعبي النادي الاهلي ويجيبوه عن طريق اللاعب حازم عاشور. حازم بيحاول انما اتقطعت، ورجعت الكره مره ثانيه للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد رأفت، ولكن حكم اللقاء بيدي الكره للمقاولون العرب من ناحيه الشمال محمد رأفت، ورمي التماس للمقاولون من ناحيه الشمال في مباراه اليوم. وامامنا اللاعب الهلالي هيلعب الكره الطوليه داخل منطقه الجزاء، واضح كده من وضع الاستعداد اللي هو عامله، يعني تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي اللمسه الراسيه وترجع الكره مره ثانيه حمزه الدجوي، ولكن استلام بقى من اللاعب يوسف صابر، انما ما يسيبهوش مدافعه النادي الاهلي وبيخرجوا الكره،
وترجع الكره. ادي الهجمه بقى، ادي التمريره، الهجمه المرتده بقى لو لعبها بسرعه اللاعب ياسين عاطف، انما اتقطعت ورجعت الكره مره ثانيه للاعب الهلالي اللي بيلعب الكره الاماميه، تصل سهله الى اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي اياد على مهله تماما، اياد ملعب على طول يا اياد. الاهلي مطالب ان هو يسجل بقى هدف ثاني. نتيجه المباراه 1-0، وكلنا عارفين نتيجة 1-0 دي نتيجة بتبقى غير مريحة بالبره شوية يعني. تعود الكرة مرة تانية. ادي الهجمة وملعوبة في وسط الملعب، وفاول لنادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء للاعب اللي هو مازن درويش امام انظار بقى كابتن مؤمن زكريا وكابتن احمد ناجي. وادي امامنا الحضور ايضا المتواجدين في ملعب المباراة ومدرجات ملعب المباراة. ملاعب الاهلي الناشئين بقى مدينه نصر. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه ومحاوله وتصويبه انما بعيده وعاليه والى خارج الملعب، وطلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب احمد الشيخ في احداث الشوط الاول، وبهذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء الاهلي هو بطل دوري الجمهوريه حتى الان. ادي التصويبه في اللقطه الماضيه انما الكره الى خارج الملعب، وطلعت بقى الى خارج الملعب وبقت ركله مرمى. كابتن علاء نبيل والحضور بقى النهارده في ملعب المباراه. ادي الكره بتتلعب على طول اماميه عاليه من لاعبي النادي الاهلي عن طريق الحارس اياد تامر، ولكن تعود الكره مره ثانيه من دفاعات النادي الاهلي. لمسه كده جميله من اللاعب محمد هيثم ناحيه الشمال لياسين عاطف. ادي ياسين عاطف عنده 8 اهداف هذا الموسم، نقله حلوه وتوصل الكره لزيدان ناجح ناحيه الشمال. ادي زيدان بيعدل على يمينه ولسه الكره مع زيدان وبيغير رايه وبيلعبها حلوه لياسين عاطف. حلوه ياسين، وادي تصويبه يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، تصويبه حلوه من اللاعب ياسين عاطف بتمر كده بمحاذاه القائم الايمن والى خارج الملعب. ادي امامنا بقى اللقطه مع اللاعب زيدان ناجح، شوف زيدان عمل ايه ولعبها حلوه للاعب ياسين عاطف. وادي ياسين عاطف عدى وصوت بشكل جيد جدا، والكره تمر بمحاذاه بقى القائم الايمن الى خارج الملعب، وسلاح التصويب بقى من خارج منطقه الجزاء للنادي الاهلي اللي تم استغلاله في اللقطه الماضيه امام انظار بقى المدير الفني كابتن اسامه زكي، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. اتلعبت على طول وبقت رمي التماس المقاولين من ناحيه اليمين، وادي الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء النادي الاهلي، ولكن على طول بقى مقطوعه وترتد وتعود مره ثانيه بلمسه راسيه كده من دفاعات نادي المقاولون العرب. توصل الكره هناك ناحيه الشمال، استلام امامنا من اللاعب احمد خالد، ولكن بيضغط احمد الشيخ اللي سجل هدف المباراه اللي مستمره به النتيجه حتى الان. كابتن اسامه زكي على طول بيجيب الكره وبيديها للاعب محمد عاطف اللي بيلعبها بدوره الى حمزه الدجوي، انما شوف حمزه الدجوي بقى على الرغم من انه مدافع ولكن اتصرف تصرف رائع جدا وتصرف مهاري جدا، موه بجسمه بشكل رائع جدا ناحيه الشمال ولعب الكره العرضيه اللي سجل بقى منها احمد الشيخ الهدف الاول في مباراه اليوم. هدف حلو، هدف جميل، هدف ملعوب الحقيقه. بدايه الجمله كانت من اللاعب محمد عاطف، والمرور الرائع والجميل الحقيقه من اللاعب حمزه الدجوي المدافع مواليد 2008 للعب الكره العرضيه للاعب احمد الشيخ اللي سجل بيها هدف المباراه الوحيد حتى الان. طبعا الاهلي زي ما قلنا محتاج ان هو يعزز بقى بهدف ثاني. ادي رمي التماس من ناحيه اليمين، لاعبي النادي الاهلي بقى اللي يعني مطالبين يطمنونا بالهدف الثاني، لو سجلوا الهدف الثاني الامور هتكون افضل بالتاكيد. ادي حكم اللقاء كابتن احمد عبد الله، ورمي التماس اهلاويه من ناحيه اليمين، رمي التماس اهلاويه بتتلعب على طول، وادي اللمسه الراسيه في وسط الملعب انما على طول اتقطعت ورجعت مره ثانيه للمقاولون العرب. اتلعبت الكره من اللاعب مهند ايمن انما ترتد وتعود مره ثانيه بلمسه راسيه في اتجاه اللاعب يوسف صابر، انما تصل الى اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، وراح له على طول بقى اللاعب يوسف صابر علشان اياد يلعب الكره على طول. ادي اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم مواليد 2007. اياد تامر على مهله تماما، اياد هيبدا بقى الهجمه للنادي الاهلي، بينزل بالكره على الارض كده اياد تامر. ادي اياد على مهله تماما وبيلعب الكره الاماميه عاليه ومعديه كده واصله ناحيه الشمال، وادي الاستلام امامنا من اللاعب ياسين عاطف بيحاول يعدي. يا ولد العيب يا ياسين، شمس الراجل كده في اللقطه الماضيه، انما ترجع الكره مره ثانيه واتقطعت وصلت للمقاولون العرب. انما شوف بقى الضغط اللي بيعمله لاعبي النادي الاهلي وبيقدروا ان هم يستعيدوا الكره الثانيه، ولكن خطر جدا الكلام، خطر جدا الكلام ده. اللاعب يوسف علي اللاعب اللي تم تبديله بقى مع بدايه احداث الشوط الثاني من قبل كابتن احمد سعيد المدير الفني للمقاولون العرب في مباراه اليوم، يبقى اللاعب يوسف علي صاحب القميص رقم 22. هذه الكره تتلعب على طول وترجع مره ثانيه للمقاولون العرب في مباراه اليوم. ادهم احمد بيلعب الكره الاماميه العاليه، وتعود الكره مره ثانيه في وسط الملعب للاعب يوسف علي. حاول بقى الكابتن احمد سعيد ان هو يجري تبديلات كده على
التشكيلة في أحداث الشوط الثاني علشان يزود القدرة الهجومية للمقاولون العرب. أدي بقى مهند أيمن، مهند بيستلم كرة مهند وبيلعب كرة بينية حلوة، وادي الاستلام أمامنا من لاعبي النادي الأهلي وترجع الكرة لزيدان ناجح، إنما على طول اتقطعت ورجعت الكرة مرة تانية ياسين عاطف وزيدان ناجح، والجبهة بقى اليسرى الهجومية للنادي الأهلي في مباراة اليوم. تعود الكرة مرة تانية إلى الدجوي المدافع الفنان بقى في لقطة الهدف الحقيقة. أدي الدجوي على طول بيلعب الكرة الأمامية، خمس لعيبة طبعا من مواليد 2008 كانوا في معسكر منتخب مصر بقى استعدادا لبطولة شمال إفريقيا مع كابتن أحمد الكاس، حمزة الدجوي، عمر العدوي، بلال عطية، زيادة أبو يعني الذهب، حمزة عبد الكريم. وادي الكرة بتتلعب وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع زياد أيوب، ادي الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة ركنية من ناحية الشمال لنادي المقاولون العرب في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. ركلة ركنية للمقاولون العرب من ناحية الشمال. نتيجة المباراة 1-0 للنادي الأهلي، نتيجة يعني تؤهل الأهلي للحصول على اللقب رسميا بإذن الله. وادي بقى الركلة الركنية المقاولون من ناحية الشمال، الركلات الثابتة والركلات الركنية بتكون يعني خطيرة، لأن زي ما حضراتكم شايفين لاعبي المقاولون بيمتازوا بالقوة الجسمانية والطول أيضا. ادي كرة عرضية داخل المنطقة وعلى طول قبل بقى اللاعب يوسف صابر بيخرج دفاع النادي الأهلي، وادي الهجمة تتلعب على طول أمامية وبيحاول عليها زيدان ناجح، لما ترجع الكرة وتعود مرة تانية للمقاولون وترجع لزيدان بيلعبها في وسط الملعب عند اللاعب ياسين عاطف. ياسين بياخد الكرة وبيلعبها حلوة لزيدان اللي بيلعب بوجه القدم جميلة جدا، وادي بقى انفراد ومحاولة هنا بقى للاعب محمد هيثم، انما كان في تسلل، كان في تسلل رايه وصفارة، كابتن أسامة السيد بيرفع رايته اللي هو ماسك مهاجمي النادي الأهلي في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء اللي أمام حضراتكم. طاقم تحكيم كابتن أحمد عبد الله، أسامة السيد، محمد سعد، والثلاثي من منطقة الإسكندرية لكرة القدم. وتسلل في اللقطة الماضية زيدان ناجح حب يلعب الكرة بقى للاعب محمد هيثم، إنما اتقطعت ورجعت الكرة مرة تانية للنادي الأهلي ناحية الشمال. هذه الاستلام من اللاعب زيدان ناجح، لاعب مميز في وسط الملعب الحقيقة، دايما بيستلم الكرات وبيوقع كده على الكرات والهجمات للنادي الأهلي. هذه هجمة للنادي الأهلي إنما اتقطعت من اللاعب محمد رأفت، لازم يا محمد تمرر بسرعة في المناطق اللي زي دي، إنما برافو يا ولد يا زياد يا وائل، شوف زياد وائل بقى والحماس والقوة والمهارة في قطع الكرة في اللقطة اللي فاتت. ادي وجه القدم الجميل من اللاعب زيدان ناجح بيلعبها هناك ناحيه الشمال عند اللاعب ياسين عاطف اللي بيحاول عليها ياسين، ومعاه بقى اللاعب مازن درويش ياخدها ياسين وبيلعبها حلوه، برافو يا ياسين، عمل مجهود كويس وقطع الكره داخل منطقه الجزاء. وادي المرور بقى يا ولد العيب يا ناجح، عدى زيدان، عدى زيدان، والتصويبه، التصويبه بقى من اللاعب زيدان ناجح، انما كانت ضعيفه شويه، انما شوف مهارات هذا اللاعب، شوف مهارات وامكانيات هذا اللاعب اللي استلم الكره على حدود منطقه الجزاء، وشوف يا ولد يا لعيب عدى حلو قوي في اللقطه الماضيه من الهلالي، وعدى مره ثانيه وصوت بقى، انما الكره يعني جت ضعيفه شويه، كانت محتاجه يعني ببطن القدم كده في اقصى الزاويه اليسرى، كان يلعبها في الزاويه البعيده لحارس المرمى مصطفى سامي، كانت ممكن بقى تكون فرصه الهدف الثاني للنادي الاهلي في اللقطه الماضيه. انما كوره وركله حره لصالح نادي المقاولون العرب من ناحيه الشمال. شوف النادي الاهلي لما بيمسك كوره ويعني يعمل هجمات بقى خطيره على حدود منطقه جزاء المقاولون بيكون افضل وبيكون اخطر الحقيقه النادي الاهلي. ركله حره للمقاولون العرب في احداث هذا اللقاء، بتتلعب على طول اماميه عاليه داخل منطقه الجزاء، واياد تامر يا ولد يا اياد طالع من اعلى نقطه وعلى طول بيمسك كورته بشكل مميز جدا وبياخد مخالفه للنادي الاهلي. اياد تامر حراس مرمى مميزين جدا طبعا للنادي الاهلي حقيقه في كل المراحل السنيه، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. شفنا بقى التالق في الفتره الاخيره للحارس ايضا مصطفى شوبير. ادي الكره بتتلعب على طول اماميه عاليه، وادي اللمسه الراسيه وترجع هناك ناحيه الشمال في اتجاه اللاعب ياسين عاطف، واتقطعت ووصلت مره ثانيه في وسط الملعب لعمرو ثروت، بيعدي وماشي انما مقطوعه الكره مره ثانيه للنادي الاهلي بيجيبوها بسرعه. وادي الانطلاقه الحلوه للاعب بقى الفنان زيدان ناجح ناحيه الشمال، زيدان عدى حلو قوي زيدان، وهنشوف حكم اللقاء، هنشوف حكم اللقاء، انما ما اداش حاجه، ما اداش حاجه كابتن احمد عبد الله، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى المقاولون العرب بيلعبها بسرعه بقى مصطفى سامي اللي كان بيضيع وقت كتير جدا قبل ما الاهلي يسجل الهدف الاول في يعني احداث الشوط الاول. شفنا بقى إضاعة الوقت من الحارس مصطفى سامي وبعض لاعبي المقاولون، إنما لما أحمد الشيخ سجل بدأوا يلعبوا الكرات بسرعة زي ما حضراتكم شايفين. حكم اللقاء بيرجع الكرة مرة تانية علشان تتنفذ بقى من على خط الست ياردات، وتعود الكرة للاعبي المقاولون العرب اللي على طول بينقلوا الكرة بسرعة بقى ناحية اليمين للاعب يوسف علي اللي تم تبديله في أحداث الشوط الثاني. أدي يوسف بيعدي وماشي وبيلعب الكرة على طول مرة تانية على
حدود منطقة الجزاء ترجع الكرة للاعب يوسف صابر اللي بيلعب كرة بينية، وادي بقى الاستلام والمحاولة، وحكم اللقاء المرة دي بيدي الفاول للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء للاعب محمد رفعت. ركلة حرة، وادي بقى كلام من كابتن أحمد عبد الله مع لاعبي نادي المقاولون العرب في اللقطة الماضية، وركلة حرة للنادي الأهلي، ادي الإعادة، وادي مهند في اللقطة الماضية مع اللاعب أحمد خالد، وشوفنا بقى يعني الدفعة والشد كده للاعب أحمد خالد لاعب نادي المقاولون العرب اللي يعني شادد بقى الشرط في اللقطة الماضية للاعب النادي الأهلي مهند أيمن اللي كان عامل التغطية العكسية، والفاول لحارس المرمى اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. بنلعب في الدقيقه 64 من عمر واحداث المباراه مشاهدينا الاعزاء، والاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب احمد الشيخ. ادي تبديلات بقى من جانب كابتن احمد سعيد للمقاولون العرب في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، اثنين نزلوا كده من المقاولون هنكتشفهم مع حضراتكم من خلال سير اللقاء. وادي الكره اللي تتلعب على طول اماميه عاليه، ده التبديل بقى الثالث، اجرى ثلاث تبديلات كده الكابتن احمد سعيد المدير الفني لنادي المقاولون العرب في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه وادي الانطلاقه، ادي اول لاعب اللي هو اللاعب حكيم صاحب القميص رقم 7 اللي تم نزوله منذ قليل. كره تتلعب على طول وتصل في وسط الملعب انما على طول مقطوعه من لاعبي النادي الاهلي. ادي الهجمه الملعوبه الاماميه، وادي المحاوله بقى من اللاعب محمد هيثم اللي بيحاول يضغط في اللقطه الماضيه، ولكن دفاع نادي المقاولون وتعود الكره الى حارس المرمى مصطفى سامي، واللاعب يوسف احمد لاعب نادي المقاولون وقع على ارض الملعب. سلامات هنا طبعا للاعب يوسف احمد لاعب نادي المقاولون العرب في مباراه اليوم. ادي اللقطه وادي الاعاده وادي اللعبه مع اللاعب محمد هيثم لاعب النادي الاهلي، والكره بقى للاعب يوسف احمد اللي كان واقع على ارض الملعب والحمد لله امسك. تعود الكره مره ثانيه للاعب مصطفى سامي حارس مرمى المقاولون العرب في مباراه اليوم اللي بيلعب الكره الاماميه العاليه، وتعود الكره مره ثانيه من اللاعب مهند ايمن الى خارج الملعب، رمي التماس المقاولون العرب من ناحيه اليمين، هتتلعب على طول من اللاعب صاحب القميص رقم 17 في احداث هذا اللقاء. ادي امامنا الكوره والى خارج الملعب لصالح النادي الاهلي في مباراه اليوم. الاهلي متقدم بهدف زي ما قلنا لحضراتكم، وده كافي لحصول الاهلي على لقب دوري الجمهوريه للمره الثالثه على التوالي، وانجاز بقى للكابتن اسامه زكي ان شاء الله يكمل على خير مع نهايه المباراه، دون النظر بقى الى نتائج الاخرين. الاهلي ب 68 نقطه، ان ب 67 نقطه الاهلي يلتقي المقاولون ملعب الاهلي بمدينه نصر وسيراميكا كليوباترا مع انبي. ادي رمي التماس من ناحيه الشمال للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. سلام بقى لو لاعبي النادي الاهلي يقدروا ان هم يسجلوا الهدف الثاني الامور هتكون افضل ويريحونا بقى. رمي التماس من ناحيه الشمال للنادي الاهلي، تتلعب على طول اماميه عاليه، وادي اللمسه وتعود الكره مره ثانيه من لاعبي المقاولون، ولكن ترتد وتعود من الاهلي، كرات رايحه وجايه كده وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه الشمال عن طريق اللاعب مهند ايمن. ادي مهند ايمن، مهند لاعب النادي الاهلي اللي بيشغل الجبهه اليسرى، بيلعب الكره الاماميه عاليه على حدود منطقه الجزاء، ولكن ترجع من يوسف احمد الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس اهلاويه مره ثانيه، رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال للاعب مهند ايمن على مهله تماما. مهند، ادي مهند انتظر بقى الزميل علشان والتحرك علشان يلعب الكره، بيلعبها على طول للاعب محمد هيثم على حدود منطقه الجزاء، وحكم اللقاء ما بيديش حاجه، وتعود الكره مره ثانيه للمقاولون العرب ناحيه اليمين، ولكن شوف الضغط اللي عامله لاعبي النادي الاهلي يا ولد العيب يا مهند، ولمسه يد على مهند من قبل حكم اللقاء كابتن احمد عبد الله علشان تبقى ركله حره للمقاولون العرب في احداث هذا اللقاء واحداث الشوط الثاني من المباراه. ركله حره للمقاولين من ناحيه اليمين، ادي الركله الحره مازن درويش، وادي الصوره مع اللاعب يوسف صابر اللي بتتلعب عليه الكره اماميه انما دفاع النادي الاهلي على طول بيخرجوها عن طريق اللاعب الدجوي. ترجع الكره مره ثانيه للمقاولون العرب هناك ناحيه الشمال عند عمرو ثروت، بيحاول يعدي عمرو ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للمقاولون العرب من ناحيه الشمال. رمي التماس المقاولين هيلعبها الهلالي اللي دايما بيلعب الكرات الطوليه انما المره دي لعبها لزميله كده على حدود منطقه الجزاء. ادي حكيم اللاعب البديل اللي بيلعب الكره الاماميه العاليه داخل منطقه الجزاء لنادي المقاولون العرب، خطره جدا طبعا اللقطه اللي فاتت دي للاعب يوسف علي داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، لما يرجع دفاع الاهلي ويجيبوها وبيخرجوا الكره على طول من مناطق الخطوره. وادي بقى حارس المرمى والاخطاء اللي اتكلمنا عليها كتير جدا، طالع رايح فين؟ رايح فين مصطفى سامي في اللقطه اللي فاتت دي؟
ولكن ترجع الكرة مرة تانية وادي الهجمة للنادي الأهلي ناحية اليمين عن طريق اللاعب حازم عاشور وتمر الكرة إلى خارج الملعب. ويعني بقى الأخطاء من حارس المرمى اللي هو طبعا مصطفى سامي. وادي العتاب بقى زي ما حضراتكم شايفين اللقطة كده من الجهاز الفني لنادي المقاولين العرب في اللقطة الماضية. مصطفى سامي في اثنين مدافعين موجودين قريبين من الكرة فهو خرج من مرمى المسافة دي كلها ويعني حظه كان كويس انه لاعبي النادي الاهلي ما استغلوهاش. ادي الكابتن محمد شوقي واحد من النجوم الكبار والنجوم التاريخيين طبعا في تاريخ النادي الاهلي والمنتخب الوطني. وادي بقى اصابه للاعب من نادي المقاولون العرب نتمنى له السلامه في احداث هذا اللقاء. قلنا لحضراتكم طبعا قطاع الناشئين للنادي الاهلي وحضور من ميشيل يانكون والكابتن محمد يوسف وطبعا متابعه من مارسيل كولر والجهاز الفني للنادي الاهلي الفريق الاول. وطبعا قطاعات الناشئين في النادي الاهلي اللي دائما ما تقدم لعيبه مميزه جدا طبعا للمساهمه مع الفريق الاول والدفاع عن اللقب والامور الجميله جدا. ادي بقى فرصه الهدف والاعاده لهدف المباراه الوحيد اللي مستمره به النتيجه حتى الان. شوف بقى خلي بالك اللاعب اللي معاه الكره ده لاعب مدافع لاعب بيلعب مساك. شوف بقى حمزه الدجوي يا سلام عليك يا ابني لف بشكل جيد جدا ولعب الكره العرضيه وادي التكمله بقى من احمد الشيخ بلمسه حلوه بالقدم اليمين بيسجل بيها الهدف الاول علشان يسعد العشاق والمتابعين من جماهير النادي الاهلي في مباراه اليوم. والهدف اللي مستمر به النتيجه حتى الان 1-0. وادي طبعا امامنا كابتن اسامه زكي المدير الفني للنادي الاهلي. طبعا 13 لاعب كان تم تصعيدهم من قطاع الناشئين الفريق الاول: حازم جمال، طارق حسن، ابراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، احمد عبد الدين، عبد الجواد عبد الرحمن، يوسف عبد الحفيظ، اسلام عبد الله، مازن اسامه، احمد طعيمه، مصطفى ابو الخير، وفارس خالد وسمير محمد. ادي امامنا ركله حره للمقاولون العرب من ناحيه الشمال في احداث هذا اللقاء. وصلنا للدقيقه 70 من عمر واحداث المباراه وتلت ساعه تتبقى باذن الله على حصول الاهلي للعام الثالث والموسم الثالث على التوالي على دوري الجمهوريه مواليد 2007 باذن الله مع صافره نهايه احداث هذا اللقاء. ادي ركله حره للاهلي بتتلعب على طول ولكن حكم اللقاء يبدو انه هيرجع الكره مره ثانيه او في تبديل كده هنشوف. يعيد الكره كده حكم اللقاء كابتن احمد عبد الله للنادي الاهلي وحارس المرمى اياد تامر. وادي على طول يعني نادي المقاولين اعتقد بيستعد لاجراء تبديل مع كابتن اسامه السيد المساعد الاول لحكم اللقاء في مباراه اليوم. تتلعب الكره الاماميه العاليه وادي اللمسه على حدود منطقه الجزاء تعود الكره الى اللاعب زيدان ناجح اللي بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين للاعب طبعا اللي هو محمد عاطف. محمد عاطف في لعيبه مميزين جدا طبعا على دكه البدلاء بقى للنادي الاهلي. عندنا محمد السيد حارس مرمى ومحمد السيد اللي هو مساك، كريم عيد، سيف احمد، يوسف عبد القوي، عصام احمد، بلال محمد وحمزه عبد الكريم ومحمد اشرف. بلال محمد اللي هو بلال عطيه يعني لعيب مميز جدا الحقيقه مواليد 2008 ولعيب من اللعيبه المحترمين جدا ان شاء الله ربنا يوفقهم. ترجع الكره مره ثانيه ادي انطلاقه حلوه وادي المحاوله طبعا الكاميرا كانت مع البدلاء واحنا بنقول اسمائهم يعني. ترجع الكره مره ثانيه ادي انطلاقه وتعود كده الى حارس المرمى المقاولون وادي الضغط بقى من اللاعب محمد هيثم الى حارس المرمى مصطفى سامي اللي اخطا اكتر من مره في مباراه اليوم. تعود الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال حكيم بيستلم على طول وبيلعب الكره الاماميه في اتجاه اللاعب اللي هو عمرو ثروت ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ركله مرمى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ادي امامنا عمليات الاحماء بقى للبدلاء وادي الكابتن محمد شوقي اللي طبعا بيتابع المباراه والراجل واقف على اعصابه في انتظار بقى تتويج النادي الاهلي باذن الله ببطوله جديده تضاف الى سجل البطولات العامر ويعني دولاب البطولات اللي العامر بقى والزاخر بالانجازات وتاريخ كبير جدا وتاريخ عريق جدا للنادي الاهلي بطل القرن في افريقيا واهم نادي طبعا في مصر وفي افريقيا بل في الشرق الاوسط كله طبعا النادي الاهلي. النادي الاهلي التاريخ الكبير والنادي الاهلي اللي ياما اسعد عشاقه ومحبيه ودافع عن كره القدم المصريه في كل المحافل الدوليه المحليه منها والعالميه. رمي التماس بتتلعب على طول اماميه وتصل الكرة في وسط الملعب مرة تانية للاعبي النادي الأهلي وادي الانطلاقة في اتجاه اللاعب محمد هيثم ولسه والضغط أمامنا من اللاعب زيدان ناجح على دفاع نادي المقاولون وترجع الكرة مرة تانية ياسين عاطف. يا عيني يا عيني على الجمال حلوة ياسين عاطف بيسجل الهدف الثاني في مباراة اليوم. يا ولد يا لعيب
يا ولد يا لعيب، المرة دي بقى استغلوا الأخطاء وقدر إن هو يسدد تصويبة صاروخية ويسجل الهدف الثاني علشان يسعد كل الجماهير الأهلوية في مباراة اليوم. يا ولد يا لعيب يا ياسين يا عاطف، حط الهدف الثاني وسجل الهدف الثاني في أحداث هذا اللقاء للنادي الأهلي. اتنين الأهلي لا شيء المقاولون والأهلي مشاهدينا الأعزاء يقترب بشدة من حسم لقب دوري الجمهورية لمواليد 2007 في مباراة اليوم. وادي الخطأ بقى في الدفاعات، وشوف الراجل، شوف الراجل استلم بشكل جيد جدا. ياسين عاطف اللي لديه 8 أهداف وده الهدف التاسع ليه في مسيرته في هذا الموسم، وهدف تاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم. يا ولد يا لعيب يا ياسين، وادي القصة من أولها، وادي اللعبة الحلوة، ادي اللعبة الحلوة للاعب ياسين عاطف بوجه القدم بشكل قوي جدا، ثبت معاه حارس المرمى مصطفى سامي اللي بيتفرج على الكرة زينا بالظبط. والهدف الثاني الأهلاوي في أحداث هذا اللقاء. يا ولد يا لعيب يا ياسين، يعني الراجل ده سجل 8 أهداف والنهاردة أضاف الهدف التاسع، ويعني صنع هدفين قبل بداية أحداث هذا اللقاء، يعني ساهم في 11 هدف في دوري هذا الموسم مع النادي الأهلي بقى والكابتن أسامة زكي. الأهلي أصبح 2 والأعصاب دلوقتي بقت أهدى طبعا. النادي الأهلي نذكر حضراتكم 68 نقطة في الصدارة، وإنبي 67 نقطة، فارق نقطة وحيدة. الأهلي يلتقي المقاولون العرب على هذا الملعب، والأهلي متقدم 2 لا شيء حتى الآن، ومش مستني أي حاجة بقى من المباراة الثانية اللي هي بتجمع طبعا إنبي مع سيراميكا كليوباترا. ترجع الكرة مرة تانية، هذه الانطلاقة ناحية اليمين، وهذه المحاولة من اللاعب عمرو ثروت اللي بيلعب كرة عرضية خطيرة جدا طبعا للمقاولون العرب، إنما تعود الكرة ناحية اليمين مرة تانية للاعب محمد عاطف. أدي محمد عاطف، جماهير الأهلي طمعة وإحنا معاها الحقيقة، يعني سجلنا هدف قلنا نجيب الثاني، سجلنا الثاني نبحث عن الثالث، اتعودنا دايما كده من هؤلاء اللاعبين ومن النادي الاهلي بصفه عامه. يعني ترجع الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه ناحيه اليمين مره ثانيه المقاولون العرب، وادي الكره الحلوه اللي اتلعبت من يوسف صابر داخل منطقه الجزاء، لف ودوران ومحاوله وخطره، خطره جدا، خطره جدا. احمد خالد داخل منطقه الجزاء، وكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للحارس اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. لابد من التركيز الدفاعي برضه، يعني نخلي بالنا على المستوى الدفاعي. شوف يوسف صابر لعب الكره العرضيه الحلوه في اتجاه اللاعب عمرو ثروت اللي لعبها، طبعا حكم اللقاء اشار باستكمال اللعب لانه كان في هجمه واعده لنادي المقاولون العرب في اللقطه اللي كانت امام حضراتكم منذ لحظه. كابتن احمد عبد الله حكم هذا اللقاء. فرصه ضائعه من اللاعب احمد خالد، فرصه خطيره جدا، هي الاخطر في الشوط الثاني لنادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء. انما الاهلي اصبح متقدم 2 على المقاولون العرب في مباراة اليوم. لقب جديد بإذن الله يضاف إلى سجل الإنجازات والبطولات لقطاع الناشئين للنادي الأهلي. اتلعبت الكرة مرة تانية أمامية، وادي كرة إلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال، رمي التماس للاعب مهند أيمن ورمي التماس من ناحية الشمال تتلعب على طول في اتجاه اللاعب زيدان ناجح بيلعب الكرة البينية الحلوة للاعب ياسين عاطف. ادي ياسين عاطف بيلعبها لمهند ايمن اللي بياخد الكرة كده في وسط ثلاثة. يا ولد يا لعيب، شوف مهند وعمل مجهود كبير في اللقطة الماضية، انما حكم اللقاء ادى المخالفة على لاعب النادي الاهلي مهند ايمن، وركلة حرة لنادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء. نقل بقى حي ومباشر لقناة النادي الاهلي لاول مباراة في دوري هذا الموسم يتم نقلها على هواء مباشرة لفريق الأهلي مواليد 2007. شيء جيد وشيء جميل لجماهير النادي الأهلي أنها تتعرف بقى على النجوم وعلى هؤلاء اللاعبين اللي بإذن الله يكون لهم مستقبل كبير وواعد في كرة القدم المصرية ومع النادي الأهلي. كابتن أسامة زكي بيستعد كده بقى لإجراء بعض التبديلات على التشكيل، وهذه كرة خطيرة جدا لما يمسك بثبات إياد تامر حارس المرمى. برافو يا إياد، حارس مرمى مميز الحقيقه للنادي الاهلي مع فرقه بقى 2007. ادي اياد تامر تتلعب الكره اماميه وتصل بلمسه راسيه كده في الخلف، وادي المحاوله انما ترجع للاعب حمزه الدجوي. يا ولد العيد حمزه، شوف عدى بشكل جيد جدا حمزه الدجوي، مدافع جيد ومدافع مميز، بيلعبها في اتجاه احمد الشيخ انما اتقطعت ورجعت الكره مره ثانيه للمقاولون العرب في وسط الملعب. ادي النقلات من لاعبي نادي المقاولون هناك ناحيه اليمين، والمحاولات في هذه اللحظات، كره ملعوبه عرضيه من اللاعب يوسف علي على حدود منطقه الجزاء، وترجع الكره مره ثانيه للاعب عمرو ثروت بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال لنادي المقاولون العرب. ادي الانطلاقه للمقاولون من ناحيه الشمال، الهلالي
الهلالي، وادي بقى الانطلاقه من ناحيه اليمين، وادي الكره اتقطعت ورجعت ليه اللاعب زيدان ناجح لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم. ركله حره، وادي امامنا بقى الكابتن اسامه زكي مع ابنائه، واهم اهم اهم ابطال الدوري اهم حتى الان النادي الاهلي، يعني بقى النادي الكبير والنادي البطولات اللي متعود على بطوله دوري الجمهوريه والدوري الممتاز الحقيقه. ادي الكره من ناحيه الشمال وركله حره للمقاولون العرب في احداث هذا اللقاء، وادي الكابتن اسامه زكي، ادي الكابتن اسامه زكي اللي بيقترب من تحقيق دوري الجمهوريه للمره الثالثه على التوالي، وركله حره للمقاولون العرب بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء ولمسه راسيه والعرضه بقى المره دي، وادي مره ثانيه متابعه بقى من الحارس اياد تامر الحقيقه، وتمر الكره فرصه خطره جدا لنادي المقاولون العرب في اللقطه الماضيه والى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى، يعني اتلعبت بشكل جيد جدا، وادي اللمسه الراسيه اللي اتلعبت حلوه الحقيقه من اللاعب احمد خالد وتصطدم بعرضه اياد تامر، ثم تعود الكره للاعب يوسف صابر اللي لعبها وتعلو العرضه والى خارج الملعب. خلي بالك التوفيق دايما بيجي مع المجتهد، واياد تامر عامل ماتش حلو، فعلشان كده ربنا كافئه والكره اصطدمت بالعرضه ورجعت للاعب يوسف صابر اطاح بيها فوق العرضه. ترجع الكرة مرة تانية للمقاولون العرب هناك ناحية الشمال، وادي الكرة تعود إلى حارس المرمى مصطفى سامي اللي بيلعب الكرة الأمامية، وترجع الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي، الأهلي اللي أسعد جماهيره وسجل هدفين ويقترب بقى من حسم اللقب، وادي الانطلاقة هناك ناحية الشمال والمحاولة في هذه اللحظات من اللاعب عمر النجار، وكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس أهلاوية من ناحية اليمين في أحداث هذا اللقاء. وصلنا للدقيقة 80 و10 دقائق على النهاية و10 دقائق على الاحتفال، وادي امامنا بقى الكابتن بدر رجب والنجوم طبعا اللي بيتابعوا احداث هذا اللقاء من ارض الملعب، ويعني قطاع الناشئين بقى للنادي الاهلي والكابتن وليد سليمان والكابتن بدر رجب والكابتن محمد شوقي والكابتن احمد ناجح واحمد ناجي وطبعا الكابتن تامر حفني. تعود الكرة هناك ناحية الشمال مرة تانية، ادي الانطلاقة والمحاولة ناحية الشمال لصالح نادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، وادي الانطلاقه ولكن على طول اتقطعت ورجعت مره ثانيه للنادي الاهلي. تعود الكره في الخلف للاعب جمال زكي اللي بيلعب الكره الاماميه العاليه، وترجع الكره مره ثانيه خطره جدا على حدود منطقه الجزاء، وتصويبه تصويبه قويه، ولكن اياد تامر يا ولد لعيب بمنتهى الثبات، اياد تامر بيمسك الكره في اللقطه الماضيه من اللاعب محمد الازاز اللي سدد، وادي الكابتن محمد شوقي بقى بيقول فيه ايه، يعني النادي الاهلي متقدم وادي بيقول لهم الراجل ما يسددش بهذه الطريقه، اللاعب الازاز بقى اللي سدد، ولكن اياد تامر بمنتهى الثبات الحقيقه بيمسك الكوره على الرغم من انها صعبه، ويعني غيرت اتجاهها حاجه بسيطه كده لانها لمست في مدافع النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه لحكيم ناحيه الشمال، ادي حكيم من ناحيه الشمال للمقاولون العرب، والكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه بعد تدخل بقى من اللاعب محمد عاطف لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم، وركله ركنيه للمقاولون العرب من ناحيه الشمال، ركله ركنيه للمقاولون العرب من ناحيه الشمال، والاهلي لحد دلوقتي حقق الامال المرجوه من هؤلاء اللاعبين اللي قدروا ان هم يسجلوا هدفين ويقتربوا بشده 10 دقائق او اقل تفصيلهم عن الحصول على لقب دوري الجمهورية للعام الثالث على التوالي، في إنجاز بقى للكابتن أسامة زكي وأبنائه مواليد 2007. هذه انطلاقة من ناحية اليمين المقاولون العرب عن طريق اللاعب يوسف صابر، ولكن يوسف يخرج بالكرة برة وإلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى في أحداث هذا اللقاء. وادي اللقطة بقى على النجوم والكباتن الكبار جدا اللي موجودين في ملعب المباراة مشاهدينا الأعزاء، ومتابعة لأساطير بقى كبار جدا في كرة القدم المصرية اللي متواجدين في ملاعب الأهلي بمدينة نصر في هذا اليوم الكرنفالي، وهذا اليوم اللي بإذن الله يكون نهايته احتفالية كبيرة طبعا للنادي الأهلي مواليد 2007 بالحصول وتحقيق لقب دوري الجمهورية في يعني هذا الموسم. مجهود كبير جدا بذل بقى من الكابتن أسامة زكي وأبنائه، يعني وتغلبوا على الاصابات وعلى الامور بقى اللي تعرض لها الفريق، ولكن قدروا في النهايه حتى الان يعني يحسموا لقب دوري الجمهوريه، وباذن الله يكون في احتفاليه كبيره جدا بهذا اللقب امام انظار بقى الكباتن اللي متواجدين في ملعب المباراه طبعا الكابتن بدر رجب. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين ومحاوله مره ثانيه لصالح المقاولين العرب، وادي الكره العرضيه من الازاز عاليه داخل منطقه الجزاء، وادي الاستلام من اللاعب يوسف صابر، ولكن ترجع الكره لازم لاعبي الاهلي يخلوا بالهم، وادي كره انما حكم اللقاء قريب جدا وبيقول بقى ان الكره في الصدر كده للاعب مهند او محمد عاطف لاعب النادي الاهلي، اشاره واضحه جدا من حكم اللقاء كابتن احمد عبد الله، ولاعبي المقاولون العرب كده كانوا بيطالبوا بلمسه يد داخل منطقه الجزاء. وادي ركله ركنيه، ركله ركنيه من ناحيه الشمال لصالح نادي المقاولون في احداث هذا اللقاء، ركله ركنيه للمقاولون من ناحيه الشمال في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء.
تتلعب الكرة عرضية عالية، وادي اللمسة الرأسية وتعود الكرة مرة تانية، تعود الكرة مرة تانية ومخالفة للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. وادي أمامنا يوسف صابر حكم اللقاء، كان قريب جدا من اللعبة وشايفها بشكل جيد جدا. طبعا الكرة اللي اصطدمت بصدر بقى اللاعب محمد عاطف لاعب النادي الأهلي ومدافع النادي الأهلي في اللقطة الماضية. اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي اللي فرحان ومنتشي طبعا بالنتيجه مع زملائه النهارده وابناء الكابتن اسامه زكي اللي حتى الان متقدمين، دعم كبير جدا طبعا من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لقطاعات الناشئين بالنادي الاهلي الحقيقه. وطبعا دايما مجلس الاداره يجني ثمار هذا الدعم وهذا الاهتمام الكبير اللي بيوليه بقى الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره للنادي الاهلي بقطاعات الناشئين للنادي الاهلي، وبيوفروا لهم كل السبل وكل الامكانيات متاحه الحقيقه لقطاع الناشئين علشان يخرج بقى نجوم كبار جدا لكره القدم المصريه وبالتاكيد يحقق بطولات، وبالتاكيد يحقق بطولات. ادي بقى امامنا تبديلات من المدير الفني الكابتن اسامه زكي المدير الفني للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء في مباراة اليوم للنادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء. ادي خروج بقى للاعب احمد الشيخ اللاعب الحقيقة اللي سجل الهدف الاول وهدف الافتتاح في مباراة اليوم، وحمزة عبد الكريم هو البديل في اللقطة الماضية. كابتن محمد شوقي امام حضراتكم، وادي رمية التماس بتتلعب على طول في اتجاه اللاعب زيدان ناجح. ادي بقى امامنا الكرة تتلعب على طول ناحية الشمال للاعب يوسف صابر، بيحاول يعدي يوسف صابر ومعدي الدجوي يوسف والدجوي. ادي امامنا المدافع الجميل واللي كورته حلوه، وادي كره عرضيه خطيره، انما يا ولد يا لعيب يا مهند يا ايمن عمل التغطيه بشكل جيد وخرج الكره الى خارج الملعب وتبقى ركله ركنيه لصالح نادي المقاولون العرب من ناحيه الشمال في احداث هذا اللقاء، او ركله مرمى للنادي الاهلي. اخر من لمس الكره بقى هنشوف، كان في مخالفه كده لدفاع النادي الاهلي على اللاعب يوسف صابر اللي امام حضراتكم لاعب نادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء. الاهلي متقدم 2-0 للمقاولون العرب في مباراه اليوم، وبالتالي وبهذه النتيجه الاهلي هو الله هو حامل يعني اللقب بقى، هو حامل اللقب وباذن الله حقق اللقب النهارده ايضا بهذه النتيجه ان شاء الله. تعود الكره مره ثانيه، الاهلي حقق الدوري ده مرتين على التوالي. وادي انطلاقه من ناحيه الشمال، ادي بقى محمد هيثم، ادي محمد هيثم هيضيف حاجه لنفسه، عدى محمد هيثم ولكن بقى ضغطوا عليه لاعبي المقاولون العرب وجابوها واتقطعت الكره ورجعت مره ثانيه للمقاولون العرب من ناحيه الشمال. ادي الانطلاقه والضغط بقى امامنا في هذه اللحظات من اللاعب سيف احمد. ادي سيف بيقطع الكره، سيف يا ولد العيب. تبديلات بقى اجراها المدير الفني كابتن بقى اسامه زكي في احداث الشوط الثاني، وادي الجماهير الفرحانه وسعيده اللي بتتابع احداث هذا اللقاء هنا من ملاعب الاهلي بمدينه نصر. تعود الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه وترجع الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب محمد هيثم. ادي محمد هيثم يا ولد يا لعيب لعبها حلو قوي، وادي بقى الكره العرضيه من اللاعب حمزه في اللقطه الماضيه، حمزه عبد الكريم اللي بيلعب كره عرضيه ولكن على طول مقطوعه، وادي الهجمه لصالح نادي المقاولون. ولكن يا ولد يا لعيب يا اياد يا تامر شوف راجع بقى وقايم بدور الليبرو وقايم بدور المدافع وعامل التغطيه الجميله في اللقطه الماضيه وخرج الكره بلعبه راسيه كده الحقيقه. حارس المرمى اياد تامر المتالق في احداث هذا اللقاء اللي وادي بقى امامنا اللاعب يوسف صابر لاعب نادي المقاولون العرب اللي واقع على ارض الملعب. سلامات للاعب يوسف صابر لاعب نادي المقاولون العرب في مباراه اليوم. ادي اللقطه وشوف اياد تامر زي الوحش داخل بقى، يعني الراجل لعبها بشكل جيد جدا ولعب الكره بدون ارتكاب مخالفه. اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي الحارس المميز اللي نتمنى له ايضا السلامه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. النادي الاهلي قبل هذا اللقاء يتصدر جدول الترتيب برصيد 68 نقطه، ثم انبي في المركز الثاني 67 نقطه وفارق النقطه الوحيده. وادي امامنا بقى طبعا لاعب النادي الاهلي اللي كان امام حضراتكم اللي هو سيف احمد، وادي امامنا الكابتن بدر رجب اللي بيتكلم وخلاص الكابتن بدر رجب والحماس بقى ولحظات ودقائق على الاحتفال باذن الله بتحقيق بقى لقب دوري الجمهوريه مواليد 2007 للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي امامنا بقى بعض الاعادات والكرات للكره اللي كان سجل منها بقى النادي الاهلي الهدف الثاني عن طريق اللاعب المميز ياسين عاطف. شوف ياسين عاطف عدل وعلى طول بوجه القدم بشكل قوي جدا، الحارس بقى بيتفرج عليها حارس المرمى مصطفى سامي علشان تعلن عن تقدم الاهلي بالهدف الثاني في مباراه اليوم اللي مستمره به النتيجه حتى الان. انما ياسين عاطف لعيب مميز وده الهدف التاسع ليه على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم، وكان يعني صنع هدفين مع النادي الاهلي يبقى ساهم ب 11 هدف في دوري هذا الموسم اللاعب المميز ياسين عاطف صاحب القميص رقم 15 اللي اضاف الهدف التالي اللي كان بيعاد امام حضراتكم.
نادي الزمالك طبعا في المركز الخامس في ترتيب بقى للمرحله النهائيه 51 نقطه، والاسماعيلي في المركز العاشر. ترجع الكرة مرة تانية، ادي كرة ملعوبة أمامية عالية داخل منطقة الجزاء عند اللاعب يوسف صابر، وتعود الكرة مرة تانية أهلاوية، وحكم اللقاء هنشوف بقى رايح يدي إنذار للاعب بقى أمامنا يوسف صابر اللي ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، وحكم اللقاء كابتن أحمد عبد الله. ادي يوسف صابر لاعب نادي المقاولون العرب في اللقطة الماضية اللي حاول يعمل مشكلة كده بادعاء السقوط داخل يعني منطقة الجزاء للنادي الأهلي. لاعب يوسف صابر لاعب نادي المقاولون العرب اللي بيحصل على انذار في اللقطه الماضيه من كابتن احمد عبد الله حكم اللقاء. نلعب في دقيقه 89 مشاهدينا الاعزاء، ولحظات قليله ودقائق قليله تفصلنا عن تحقيق الاهلي للقب دوري الجمهوريه مواليد 2007 للموسم الثالث على التوالي. هذه الكره بتتلعب على طول اماميه عاليه من اياد تامر حارس المرمى ومعديه واصله حلوه، وادي الانطلاقه من اللاعب اللي امامنا محمد هيثم بيلعبها، عايز يلعب الكره بقى اللي في اللقطه الماضيه الحقيقه لزميله، ولكن اتقطعت ورجعت مره ثانيه للمقاولون العرب اللي بينطلقوا من ناحيه الشمال عن طريق اللاعب الازاز، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب. وادي امامنا بقى اللاعب بلال عطيه اللاعب المميز اللي بيستعد للنزول في هذه اللحظات. ادي امامنا اللاعب بلال عطيه لاعب مميز جدا وبيخرج بقى ايضا لاعب مميز عمل ماتش حلو قوي اللاعب زيدان ناجح الحقيقه. اثنين لعيبه كويسين ومميزين اللي خرج واللي نزل. بلال عطيه لعيب مميز الحقيقه مع مواليد 2008، وادي ايضا خروج في اللقطه الماضيه للاعب محمد هيثم ونزول للاعب محمد اشرف. محمد اشرف ايضا لديه 8 اهداف اللاعب اللي نزل منذ لحظات مع النادي الاهلي في مباراه اليوم. تبديلات بقى من قبل المدير الفني كابتن اسامه زكي. ترجع الكره مره ثانيه وادي انطلاقه وتتلعب الكره واتقطعت ورجعت مره ثانيه اهلاويه. هذه الكرة في وسط الملعب بلال بيلعبها انما اتقطعت الكرة ورجعت مرة أخرى للاعبي المقاولون العرب ناحية الشمال عن طريق اللاعب يوسف علي. يوسف علي على حضور منطقة الجزاء أحمد خالد بيحاول يعدي أحمد خالد ولكن يضغط عليه لاعبي الأهلي ويجيبوها، وأدي الهجمة بقى المرتدة للأهلي، أدي الهجمة المرتدة السريعة للأهلي، أدي الانطلاقة الحلوة من اللاعب ياسين عاطف. ياسين عاطف وياسين بقى كان بيتحرك له هنا في اللقطة الماضية الحقيقة لاعب النادي الاهلي حمزه عبد الكريم، ورجعت الكوره والهدف بقى الثالث والهدف الثالث الثلاثيه الاهلاويه في مباراه اليوم في احداث هذا اللقاء. ادي بقى الهدف الثالث في احداث المباراه، ده لسه نازل بلال، لسه بقول لحضراتكم بلال، بلال عطيه، بلال عطيه بيسجل الهدف الثالث في مباراه اليوم. يا عيني على الجمال بلال بابا المجال يا ولد يا لعيب يا بلال يا عطيه، لسه بنقول لحضراتكم خلوا بالكم مع هذا اللاعب وخلي بالكم مع هذا اللاعب المميز، وسجد شكر للمولى بقى سبحانه وتعالى. ولعيب جميل يا جماعه، لعيب مميز، شوف قطع الكره ازاي وشوف انطلق ازاي وشوف عمل ايه. اللي بيتابع بقى النادي الاهلي مواليد 2008 هيعرف ان اللاعب ده لعيب مميز جدا، اللاعب بلال عطيه، وشوف التصرف بقى ولعبها بشكل جيد جدا بلال، واضاف الهدف الثالث للنادي الاهلي بالثلاثه. بالثلاثه الاهلي يحسم لقب دوري الجمهوريه في دوري هذا الموسم مواليد 2007 بلال عطيه. ولكن بقى التبديل للكابتن اسامه زكي، شوف بقى الكابتن اسامه زكي اللي حب يدي بلال عطيه بعض الثواني وبعض الدقائق، ولاعب مميز جدا واستطاع ان هو يبصم ويسجل اسمه في البطوله بقى في دوري هذا الموسم. يا سلام عليك يا بلال، يا سلام عليك يا بلال، ده ايه ده؟ حاجه حلوه جدا من اللاعب بلال عطيه الحقيقه اللي سجل بقى الهدف الثالث في مباراه اليوم في احداث هذا اللقاء علشان يشارك في هذه الاحتفاليه. مشاهدينا الاعزاء الاهلي حول المباراه الاحتفاليه في الشوط الثاني واستطاع بقى ان هو يسجل هدفين. وادي بلال يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، شوف الضغط بقى على الراجل وشوف الراجل، يا سلام على المهاره، يا ولد يا لعيب على المهاره، وشوف بقى الركنه ببطن القدم، ثقه كبيره جدا يملكها هذا اللاعب مواليد 2008. وادي ايضا اياد تامر حارس المرمى يتالق في مباراه اليوم. النهارده لاعبي النادي الاهلي متعونا وعملوا اثاره ونديه ومتعه كرويه في احداث هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء أهم 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 أبطال الدورة، هم الأبطال، النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي دائما بيبحث عن البطولات. وادي الجماهير السعيدة والفرحانة بالأداء الحقيقة النهاردة للاعب النادي الأهلي مواليد 2007 اللي خلاص خلاص هي دقائق تفصلهم عن الاحتفال ودقائق تفصلهم عن تحقيق دوري ولقب دوري الجمهورية مواليد 2007 للعام الثالث على التوالي امام انظار بقى ميشيل يانكون. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه ومحاوله مره ثانيه من ناحيه الشمال لنادي المقاولون العرب
اللي حاولوا النهارده ان هم يعني يعملوا حاجه امام لاعبي النادي الاهلي، انما لاعبي النادي الاهلي بقى الحماس والطموح والدوافع كانت كبيره جدا لدى لاعبي النادي الاهلي النهارده مع الكابتن اسامه زكي، اللي قدروا ان هم يعني ينتصروا بالثلاثه لحد دلوقتي على المقاولون العرب. انما شوف بقى الهدف الثالث الجميل اللي سجله اللاعب بلال عطيه الحقيقه. يا ولد يا لعيب يا بلال، يا ولد يا لعيب يا بلال، عجبني جدا الهدف الثالث ده النظره، لان الراجل لسه نازل، الراجل لسه نازل ولكن وكانه موجود في المباراه من فتره، استلم الكره بشكل جيد واخد حماس اللقاء وقدر ان هو يعدي بشكل جميل جدا من المدافع ويركن الكوره ببطن القدم، وهدف حلو، هدف حلو جدا، الهدف الثالث للنادي الاهلي. بصراحه الاهداف كلها حلوه واليوم كله حلو النهارده، اليوم كله حلو. ادي بقى فاول من ناحيه شمال لنادي المقاولون العرب في احداث هذا اللقاء، بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وادي اللعبه الراسيه ولكن تمر الى خارج الملعب من اللاعب يوسف علي، تبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ركله مرمى للنادي الاهلي، النادي الاهلي اللي دايما واخد على الانجازات ودايما واخد على البطولات، سواء لعيبه ناشئين سواء لعيبه اشبال سواء فريق اول، جمهور الاهلي دايما سعيد. وادي الابتسامه الحلوه، ادي الابتسامه الحلوه والسعاده، وادي احلى ابتسامه بقى من الكابتن مؤمن زكريا اللي موجود في مباراه اليوم، والكابتن بقى بدر رجب. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء كابتن احمد عبد الله يعلن رسميا الاهلي البطل، الاهلي البطل، الابطال هم مع اولاد بقى الكابتن اسامه زكي يحققوا لقب دوري الجمهوريه للموسم الثالث على التوالي مواليد 2007. مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب، مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مليون مبروك لقطاع الناشئين كابتن وليد سليمان، كابتن بدر رجب، كابتن محمد شوقي، كابتن احمد ناجي، كابتن تامر حفني، مليون مبروك للجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي مواليد 2007، كابتن اسامه زكي، ايهاب عبد العاطي، اسامه محمد، عماد عبد الهادي، وعدنان درويش، حازم عبد الرحمن، عبد الرحمن مكي شعبان، ومحمد حامد. ومليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الكبيره والعريقه، وسعاده وفرحه كبيره جدا من هؤلاء اللاعبين المميزين في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. الاهلي يهزم المقاولون ويتوج بلقب بطوله الجمهوريه مواليد 2007، الف مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي تحقيق لقب دوري الجمهوريه، مليون مبروك كابتن اسامه حسني، مليون مبروك كابتن عادل طعيمه، مليون مبروك دكتور احمد ثابت، وشكرا لكم مشاهدينا الاعزاء. ونترككم بقى مع احتفالات لاعبي النادي الاهلي، ادي الاحتفالات، ادي الاحتفالات الحلوه، شوف بقى الشماريخ وشوف الحاجات الحلوه اللي موجوده في ارض الملعب مشاهدينا الاعزاء. يا سلام على الاحتفال، ويا سلام على الفرحه، ويا سلام على السعاده، وادي الابطال، ادي الابطال، وادي بقى الرقصات والشماريخ والحاجات الحلوه والاحتفال مع الجماهير لهؤلاء اللاعبين المميزين جدا، لهؤلاء اللاعبين المميزين جدا مشاهدينا الاعزاء. اياد تامر، محمد السيد، اياد مدحت، زياد وائل، محمد السيد، كريم عمرو، محمد عاطف، مازن هاني، ادهم طارق، ادهم طارق، محمد طه، كريم عيد، عصام احمد، عمر فتحي، حازم عاشور، احمد الشيخ، زيدان ناجح، محمد رأفت، ياسين عاطف، محمد اشرف، يوسف محمد، مصطفى بهجت، محمد عبد الفتاح تاحه، الف مليون سلام عليك يا تاحه. وهيحتفل بقى طبعا مع زملائه، وباذن الله طبعا ربنا يشفيه ويعود مره ثانيه محمد عبد الفتاح تاحه اللاعب المميز والجميل. شادي محمد ويوسف رامي مشاهدينا الاعزاء، طبعا دول ابطال دوري الجمهوريه، ابطال دوري الجمهوريه مواليد 2007 اللي تالقوا جدا في مباراه اليوم وقدموا كرنفال جميل جدا، واستطاعوا الفوز على المقاولون العرب بثلاث اهداف مقابل لا شيء، مش 1-0 بس، مش 2-0 بس، لا ثلاثه، واهداف حلوه ومهرجان جميل وانتصار كبير وانتصار مميز لهؤلاء اللاعبين اللي فرحانين جدا طبعا مع مديرهم الفني كابتن اسامه زكي مشاهدينا الاعزاء، اللي زي ما قلنا حقق دوري الجمهوريه للمره الثالثه على التوالي مع هذا الجيل وهؤلاء اللاعبين في مباراه اليوم. نعود الان بالكلمه والصوره للكابتن اسامه حسني والكابتن عادل طايمه والدكتور احمد ثابت. مليون مبروك ولسه في اكتر من كده سنين وهنيها، أنا اللي أكمل كمان في ضهري كتير من زمان.